يلا هي الريكورد تمام، هي الريكورد صار شغال. هلا نحن رح نرجع نشتغل. شكرا لك بدور انك ذكرتيني. حنرجع نتذكر سوا شو هن الجلستين الاولى والثانيه. اشتغلنا مثل ما قلنا على مبادئ التحرير الاعلامي، قلنا شو هن القوالب المستخدمه بكتابه وصناعه الماده الاعلاميه سواء كانت ماده اخباريه، وعرفنا شو هن الانواع الاخباريه بالمواد من الناحيه الاعلاميه سواء كان خبر قصه خبريه وتقرير، وعرفنا ايضا شو في عنا عرفنا انه في عنا نوع استقصائي ايضا من انواع المواد الاعلاميه اللي كثير مشهوره هالايام، وكثير من الاشخاص صايرين وحابين يعني يتخصصوا بهذا الجانب من انواع التحريريه وهو الجوانب الاستقصائيه. وايضا عندنا نحن كمان جانب له علاقه بالمواد او انواع مواد الراي، وقلت لكم مواد الراي هي كثير 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 هالايام صايرة عم تضرب، وأيضا يعني مو أي صحفي أو أي إعلامي بيقدر يصيغ مادة رأي، وإنما بتتطلب الكثير من المهارة والإبداع والتركيز بكتابة هاي المادة والبحث المستمر لحتى والقراءة الكثيرة للموضوع يلي عم يحكي عنه لحتى يقدر يلم بكل جوانبه، وبيقدر أيضا يكون متمكن من كتابة مادة الرأي بحيث مثل ما قلت لكم تشمل كل جوانب الموضوع اللي عم يحكي عنه، وأيضا يقدم شيء يثير اهتمام وانتباه ويلفت نظر الجمهور لهي المادة اللي عم يكتب عنها واللي عم يحكي عنها. طيب هاي نحنا حكينا انه اذا مواد اخبارية مواد رأي وعنا مواد استقصائية، هاي من انواع المواد الاعلامية. اذا بدنا نحكي عن القوالب، حكينا انه في عنا قوالب تندرج ضمن المدارس التقليدية لصناعة الخبر او صناعة المادة الاعلامية، وايضا في مدارس ما بعد أو مدارس المطورة عن التقليدية اللي هي المدارس الكلاسيكية القوالب الهرم المعتدل والمقلوب، وعنا أيضا مدارس الحداثة ومدرسة ما بعد الحداثة. هدول هن أنواع المدارس اللي استخدمت أو اللي تستخدم واللي تم تراكميا الوصول إليها من قبل علماء والمختصين وأساتذة الإعلام. طيب خلونا نحن نعرف شو كمان أخذنا. بلشنا بعد ما عرفنا شو هن أنواع أهم هاي القوالب، بلشنا قلنا أنه خلص يعني خلونا نتخصص بجانب أهم جانب والقاعدة الأساسية للمواد الإعلامية الموجودة على السوشيال ميديا وبالقنوات وبالصحف وبالإذاعات والمحطات. أول يعني مادة وهي أساس كل المواد الأخرى اللي حتجي لاحقا هي المادة الخبرية أو الخبر. بلشنا نحكي عن الخبر وكيف بتم صناعة الخبر وشو هي أهم الشروط التي لازم أنه تتوفر عند الصحفي أو المحرر لحتى يقدر يقدم خبر أو مادة إخبارية صحيحة تتسم بسمات معينة. ذكرنا شو هن أبرز القيم اللي لازم تكون متوفرة وموجودة بالخبر بحد ذاته وبالمحرر أيضا حتى نطلق عليه سمة أنه خبر جيد وخبر موثوق وخبر يعني احترافي. حكينا عن جسم الخبر أو بنية الخبر بذات بحد ذاته، وقلنا أنه في عنا خبر، أي خبر لازم يبلش بعنوان بمقدمة بجسم الخبر، وأيضا قلنا أنه لازم يكون في عندي غير جسم الخبر عندي شو الخاتمة، واللي هي في بعض الأحيان وبمعظم الأحيان بتحوي على خلفيات عن الخبر. وقلت لكم وقتها انه بتصور مرقنا على العنوان، حكينا اهم خصائص العنوان، حكينا اهم يعني العناصر اللي لازم تتوفر بالعنوان او الخصائص اذا فينا احكي، وحكينا كمان جسم بالتفصيل شو، ربما كمان في كلمات مفتاحيه يستطيع المحرر من خلال كتابتها او الصحفي الاعتماد عليها واستخدامها في صياغه الماده الاخباريه اللي عم يقدمها او الخبر اللي عم يكتبه. وصلنا اخر شيء عند المتن، كمان المتن قلنا اللي هو الجسم، مثل ما قلنا انتم تكون الجسم او المتن او الصلب الخبر، هدول هن تسميات واحده لكلمه واحده واللي هي قلب الخبر اللي نحن بنقول المعلومات والتفاصيل اللي بتكون موجودة داخل الخبر.
طيب آخر شيء وصلنا لخلفيات الخبر. خلفيات الخبر طبعاً إذا بدنا نحكي ونبلش نقول شو هنا خلفيات الخبر، هي خلفيات الحدث أو المتعلقة به، تبدأ بتعابير خاصة منا، مثل بتصور كلياتكم بتعرفوا الجدير بالذكر، يذكر أن، وكان، يعني فينا نقول يشار إلى أنه، أو يمكن الإشارة إلى. هدول بعض المصطلحات اللي تستخدم بخاتمة الخبر وبآخر سطر أو سطرين أو ربما فقرة موجودة عندي بالخبر. بعدين في عندي الخلفية، مثل ما قلنا غالبا ما تكون في نهاية الخبر إلا أنها قد تأتي وسط جسمه أو تكون غير موجودة. يعني تخيلوا أساتذة الإعلام والمختصين قالوا أنه نحن أنتم كصحفيين بإمكانكم تستغنوا عن الخاتمة أو الخلفية الخبر، لأنه هتكون هي موجودة أصلا بوسط الخبر اللي هو في زخم كتير كبير من المعلومات ومن التفاصيل. لكن في بعض المدارس قالت لا، لازم يكون في عندي خلفية للخبر، لازم يكون في عندي جدير بالذكر أو يذكر أنه، يعني هدول الكلمات اللي بتشير إلى أنه أنا عم بعطي معلومات إضافية وأيضا عم ترجع فيني شوي لورا بالحدث أو عم تنبئني بشي بده يصير بالمستقبل. هدول المعلومات أو هدول التفاصيل فورا رح يعني نكون أكيدين أنه هذا يسمى خلفية الخبر أو الخاتمة. وأيضا مثل ما قلت لكم لربما يتم الاستغناء عنهم إذا كان الخبر ما بيتحمل أو أصلا ما عندي شيء ذكر فيه أو أختم فيه الخبر بخاتمة أو خلفية، إذا فيني أحكي يعني تأكيدية وتثبيتية عن الخبر. طيب هلا خلونا نشوف، بتصور هاي خلفية الخبر صارت واضحة عندكم. هلا هون عم يقولوا لكم انه غير الخلفية وغير العنوان وغير المقدمة وغير الجسم، عندي شيء اسمه صورة، وخاصة هذا الشيء لازم يكون موجود ليس فقط بالإعلام المرئي وإنما أيضا بالإعلام المطبوع أو المكتوب أو حتى الإلكتروني، والأخبار يلي عم يتم عم تكون موجودة بشكل كتير كبير وبشكل ربما لا يصدق ولا غير معدود على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على منصات البحث ومحركات البحث جوجل وغيرها من المواقع الإلكترونية اللي بتحلنا كم كبير كتير من الأخبار، ويعني شبه يندر وجود خبر بدون صورة. صورة المرافقة له لازم تكون صورة شخصية لمصدر الخبر أو الشخص الذي يتعلق به الحدث، يعني مثلا تصريح لرئيس جمهورية معين لأي دولة من الدول، فينا نحط أهم النقاط اللي ذكرت في تصريحه في اجتماع معين، ربما نحط صورة للرئيس إذا ما كان عندي صورة للاجتماع، إذا صورة شخصية للشخص اللي عم نحكي عنه أو اللي صرح واللي عم يحكي، أو صورة موضوعية، صورة عن الحدث بذات نفسه، يعني صورة تشير إلى ما حدث، مثل ما قلنا إذا كان في انفجار، إذا كان في حريق، إذا كان في بناء أحد المستشفيات، بناء أحد الجسور، نحن هنحط صورة مرافقة للحدث اللي صار عنا بنص الخبر. صورة تعبيرية تعبر عن الحدث، كتار من الصحفيين بيقولوا لك طيب أحيانا في مواضيع إنسانية ما بيكون في عندي شيء بيعبر عن الحد الموضوع اللي أنا عم بحكي عنه بشكل دقيق وصريح، هون يتاح للصحفي وللمحرر أن يرفق صورة مع الخبر تكون نسميها أو نطلق عليها اصطلاحا صورة تعبيرية، مثل ما قلت لكم تعبر عن موضوع الحدث. وأنا حابة منكم إذا موجودين يلي موجود على الشات يقدر يذكر لي بعض الأمثلة وقعت بين إيديه وهو عم يحرر خبر وما لقى صورة لهذا الخبر اللي عم يحكي عنه واستعاض عن هاي الصورة بصورة تعبيرية من خلال تجاربكم. طبعا أنا الشات مفتوحة، فيكم أنتم مباشرة المسجات توصل لحتى نعود نقرأها. طبعا عم يقولوا لكم الصورة التعبيرية قد تكون من تصوير المصحفي هو بذاته أو المحرر، قد تكون صور أصلا أخذينا نحن من إحدى وكالات الأنباء العالمية الموجودة على محركات البحث أو عندي بأرشيف القناة أو الوسيلة اللي أنا عم أشتغل فيها، أو مثل ما قلنا هي أصلاً صورة أرشيفية موجودة سابقاً عند الوسيلة أو عند نحن ما بنعرف أنه أي وسيلة أو حتى أي موقع إلكتروني إخباري أو أي قناة أو صحيفة مطبوعة أو إلكترونية
تكاد لا تخلو من البنك الخاص بالمعلومات يلي هو بيكون كتلة من الصور والفيديوهات المرافقة يلي ممكن الصحفي يعتمد عليها ويساعده بأثناء كتابته للخبر. طيب هلا نحن هاي بتصور الصورة، إن شاء الله تكون صارت جاهزة عندكم أو يعني واضحة بالنسبة لكم. فينا نحن هلأ مباشرة ننتقل للمرحلة الثانية وهي سمات لازم تكون موجودة بالخبر، رح نرجع أكد عليها. هاي نحن حكيناها صراحة سابقا، حكينا شو هن السمات اللي لازم تكون موجودة. هلأ رح أرجع عدلكم ياهن. هي أهم هذه السمات، الصدق، لازم الصحفي يكون عنده قدر عالي من المصداقية أو الصدق بذكر هالمعلومات المؤتمن أصلا أنه هو ينقلها للجمهور ولا وسائل الإعلام أو للمتلقين للشريحة اللي عم يتوجه لها. إذا نحن عنا الصدق، لازم يكون الصحفي يلتزم بالصدق بذكر المعلومات اللي عم يقدمها، وبطبيعة الحال أي خبر يكون في نوع من أنواع الكذب أو نوع من أنواع عدم الشفافية والتشويه أو التضليل، هون بشكل تلقائي هذا بينزل من يعني قيمة الوسيلة اللي عم تنشر أو اللي عم يستمد كان الجمهور من خلالها الخبر أو المعلومات، وبالتالي تفقد مصداقيتها وتفقد اهتمام ومتابعة الجمهور لها. أيضا من سمات وخصائص اللي لازم تكون موجودة بالخبر الدقة، ذكر الحقيقة كاملة دون حذف وعدم الإخلال بحقيقة الخبر. ربما هلا احد اللي عم يسمعونا او اللي عم يتابعونا عبر البث المباشر على الفيسبوك اللي ابتديناه بشكل فوري في صفحة الجمعية العالمية للأكاديمية العرب على الفيسبوك، ربما أحد الأشخاص يسألني ويقول لي طيب شلون بتقولوا الدقة والمحرر لازم يكون دقيق، ونحن عينك كنت عينك ربما نلاقي بعض الصحفيين بيقوموا بتهميش وتجاهل هذه الحقيقة. هلأ تهميش وتجاهل شيء وحذف أو تشويه شيء تاني، يعني ربما نحن مثل ما ذكرنا بعتقد بالجلسة الماضية أنه قد يقدم الصحفي معلومات على حساب معلومات أخرى ويذكر المعلومات الأقل أهمية بالنسبة له في ختام الخبر، لكن لا يجب أن ينكر حقيقة أو تتمة المعلومات اللي تعطي صورة كاملة عن الخبر. هذا الشيء غير مسموح، وللأسف نحن بنشوف كثير من وسائل الإعلام اللي تقوم بهذا الأسلوب لكن تحاول أن تلتف على هذا الجانب بطرق معينة، ربما ذكر خلفيات ملونة أو تقديم الخبر الملون اللي ذكرناه من أنواع الأخبار اللي يستطيع الصحفي أن يستخدمها أثناء كتابته وتحريره للخبر. طيب حنشوف شو في عنا كمان سمات، عن الموضوعية، فصل الرأي عن الخبر وتحقيق النزاهة، الموضوعية أنه أنا جرد شوي عن الذاتية وعن آرائي الشخصية اللي تعبر عني حول هذا الموضوع اللي عم حرر أو عم بكتب عنه خبر وأقدم عنه المعلومات، لازم قدر المستطاع أكون أتحلى بالموضوعية. أيضا من ضمن هذه السمات بتصور ريتوا الحياد، عدم التدخل في الخبر والوقوف على الحياد بين كافة الأطراف. شو يعني؟ يعني هون هذا أمر واضح، بتصور أنه ما ضل أقول مثلا أظهر إنجازات فريق معين من الفرق اللي موجودة على الساحة سواء كانت حزبية أو إنسانية أو أي منظمات أو أي جهات أخرى، ما ضل عم أرجي أنه ما في غيرهم موجود، وربما أنا حتى أعطي دلالات أنه هي أفضل الجهات الموجودة بالمجتمع سواء كان منظمات المجتمع المدني أو حتى أي مجال، نحن ما عم نضرب مثال يعني فقط بعينه، وإنما حاول قدر المستطاع أكون محايدة وبعيدة عن إبراز الرأي، لأنه نحن مثل ما قلت لكم المواد الإخبارية لا تتحمل إطلاقاً
يعني إقحام الرأي فيها والتدخل يعني الشخصي للصحفي. إذا هي هي أهم السمات والخصائص التي يجب أن تكون موجودة عند الصحفي والمحرر أثناء كتابته وصياغته للخبر. أخيرا بتصور أن هدول ما في داعي نحكي فيهم المعايير أو القيم الخبرية يلي أصلا ذكرناهم مرة، اللي هن من أساسيات يعني نحن كيف فينا نبلور أو نحدد هذا الخبر بقيمة معينة. مثلا يعكس لي هذا الخبر والله أنه أبرز هذا الخبر قيمة الصراع، ذكرناه إذا بتتذكروا مرة، أو أظهر لي قيمة الاهتمام، أو أظهر لي قيمة الجدة والآنية. في هون في أحد المدارس قسمت هي المعايير القيمية أو القيم اللي لازم تكون متوفرة بالخبر لمعايير يمكن ربما تكون أسهلكم بالنسبة لفهمها وتفصيلها ويعني إدراكها أسهل من ما ذكرت لكم إياها بالمرة الماضية. في عنا معايير قيم الخبرية، في بعض المعايير اللي ذكرناها قلت لكم الجلسة الماضية، عنا معايير زمنية تتعلق بالزمن، تتعلق بالتوقيت يلي هن الجدة والحالية، التوقيت والتواصل الزمني للخبر. شو يعني التواصل الزمني للخبر؟ رح أوضح لكم إياها وبسط لكم إياها أكثر. التواصل الزمني للخبر بمعنى أنه هذا الخبر هو يعني تشكل عندي او انا بقدر صيغه، لكن هو كان نتيجه لعده احداث صارت بالماضي لحتى وصلت لهذا الخبر. مثلا توصل لاتفاقيه معينه، التوصل لوقف اطلاق نار، هدول نوعيات من الاخبار بتعكس لي قيمه الزمن او معيار الزمني، وبتعكس بشكل دقيق التواصل الزمني أو السلسلة الزمنية لهذا الخبر، كونه هو ما أجا هيك من الباب للطاقة وإجا بدون أي مشاورات ربما ومباحثات، وإنما كان سلسلة من الأخبار اللي الصحفي بذات نفسه هو كان عم يشتغل عليها ويقدمها للعامة. طيب خلينا نحن نشوف غير نوع تاني المعايير. في معايير مهنية منها الأهمية الضخامة، أيضا الأحداث اللي بتأثر على الجمهور، قيمة التوقع يعني توقع الأخبار التي قد تحدث في المستقبل القريب، وهذا هو هي القيمة بتندرج على نفس الخبر يلي أعطيتكم إياه وظيفة الجلسة الماضية، وهو المباراة يلي بين فريقين على النهائي مين يا ترى حيفوز. هي القيمة هون بتظهر بشكل واضح وثابت من ناحية التوقع، أو بنبرز فيها قيمة التوقع بشكل حقيقي. عندنا أيضا قيمة القرب يلي هي قلنا موقع الحدث واللي وقديش له تأثير على الجمهور. التشويق أيضا هي من القيم جدا مستخدمة بشكل كتير كبير في عدة أنواع من أو بعدة مجالات من المجالات الموجودة بالمجتمعات، منها المجالات الفنية وأيضا الرياضية، وحتى خليني أقول تبويب الجرائم وربما الأحداث العنف أو القصص اللي بتصير، قصص الجرائم، قصص القتل، هدول أو أخبار الوفيات قد تحصل هدول المعلومات على طابع تشويقي في حال كان هذا الشخصية اللي عم بحكي عنها أو الجانب اللي عم بحكي عنه بيتحمل أنه أعمل أبرز قيمة التشويق. في عنا أيضا قيمة الإثارة، إلها أخبار ذات جاذبية مثل ما قلنا بتلفت الانتباه وبتخاطب غرائز الإنسان، وهي كمان من ضمنها مذكور لكم عندكم بالمثال أخبار الجريمة. وأيضا في عنا أخبار الشهرة، هي أو قيمة الشهرة هي اللي بتظهر بشكل واضح وصريح في أخبار الفنية بشكل دقيق، وأيضا أو حتى أخبار رياضية ربما، وأي شيء متعلق بأخبار التكنولوجيا وربما السوشيال ميديا. خليني أقول هدول أخبار صارت عم ترتبط قيمة الشهرة فيها بشكل واضح وحقيقي وجلي باستخدام وإبراز قيمة الشهرة. أيضا في عنا قيمة الطرافة، هي الأخبار الطريفة واللي بتحمل طابع فكاهي وكوميدي في كثير من الأحيان، وعنا طابع الصراع وقيمة الصراع يلي مثل ما قلت لكم صراع بين دول، صراع بين شخصيات، صراع بين أحزاب وإلى آخره. آخر قيمة هي قيمة الاهتمامات الإنسانية، وهي
ذكرنا انه شيء له علاقه بيهتم في المجتمع اكثر من غيره، ربما غلاء الاسعار، ارتفاع اسعار مواد بعض المواد الغذائيه، هدول اللي بتلامس مباشره شريحه كبيره من الناس وبتصب بصالحهم، ويعني بنفس الوقت بيكون بيدور عنها الشخص بشكل كتير يعني يومي إذا فينا نحكي. هدول الأخبار اللي بتحمل قيمة الاهتمامات الإنسانية كتير 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 موجودة بوسائلنا الإعلام السورية خاصة إذا فيني أقول، لأنه نحن هلأ مثل ما تكون شايفين وضع حرب، إعادة إعمار، نحن في عنا عمليات كتير لإعادة الإعمار، ارتفاع أسعار، هذا المشكلة، ارتفاع درجات الحرارة بدون وجود أدنى مقومات العيش بكل المناطق، سواء كانت مناطق تحت سيطرة النظام أو حتى المناطق المحررة في المخيمات، بكل المجالات. إذن كل هدول النقاط جدا بتعكس قيمة الاهتمامات الإنسانية، وبتكون إلها خليني يكون واضحة معكم، إلها قراء، عدد كبير من القراء. أخيرا آخر المعايير أو آخر المعايير اللي متعلقة بالقيم، كيف فيني نصنف هالقيم؟ في معايير صحفية عم يقولوا لكم اللي هي مثل ما ذكرنا إذا بتذكروا، أنا هي لحد الآن عندي إياها إن شاء الله جلستنا الرابعة أو جلستنا الختامية حتكون العلاقة بالسياسة التحريرية للوسيلة، هي قيمة السياسة التحريرية للوسيلة سواء كانت صحيفة، موقع إلكتروني، موقع إخباري، أو حتى قناة راديو وغيرها من القنوات. في عندنا انتماءات الصحيفة أيضا، هي من القيم، أو كل شيء عم تقرأوا صحيفة فيكم أنتم تعكسوه بشكل مباشر، انتماءات الموقع، التوجه يلي بيهيمن على الوسيلة الإعلامية اللي عم تقدم هاي المعلومات والأخبار والتقارير والمواد الإعلامية الأخرى. أخيرا نوع الصحيفة، مثل ما قلنا صحيفة بتهتم بالمواد الإخبارية، أو الوسيلة اللي بتهتم بالمواد الإخبارية، الوسيلة اللي بتهتم بالمواد الاستقصائية، مواد الرأي بشكل أكبر من المواد الإخبارية. هذا كله بيندرج ضمن المعايير اللي بتحدد لي القيم الإخبارية بشكل أكثر من غيره. آخر شيء في عنا حجم الوسيلة الإعلامية، طبعا حجم الصحيفة هون هذا بينطبق فقط على النوعين المطبوع والإلكتروني، لأنه أيضا حجم المادة اللي بدي أكتبها وشروط اللي موضوعها بالنسبة للوسيلة الإعلامية، شروط الخبر، أنتوا بتصور أي مكان توظفتوا فيه أو حتتوظفوا إن شاء الله لاحقا، بيقول لك أنه مثلا أنا عندي الخبر ماكسيموم 200 كلمة، 150 كلمة، خليني أقول 300 كلمة بالنسبة للتلفزيون، أو ربما بالنسبة للمطبوع. طبعا هدول المعايير بتختلف حسب الوسائل اللي عم تكتب لها أنت أخبارك. زمن الإصدار، كمان زمن الإصدار جدا مهم بالنسبة للإعلام المرئي وللإعلام أيضا المطبوع على حدين سواء، لأنه مثل ما قلت لكم يعني تخيلوا مثلا زلزال صار بمنطقة معينة، والصحيفة خاصة الصحف المطبوعة إذا عم نحكي واللي ما عندها نسخ بالفترة المسائية، فبدها تضطر تنقلنا الخبر تاني نهار وتحكي عن هذا الموضوع إنه تاني نهار صار الحدث أو الزلزال مثل ما قلنا. لكن الوسائل المرئية والوسائل اللي إلها طابع بث مباشر وإلها تحديث بشكل يومي وربما ساعي، هدول مباشرة لازم تهتم بشكل كتير دقيق بقيمة الزمن، وهي تتطابق مع المعايير اللي حكيناها بالبداية، المعايير الزمنية، لأنه لازم نشبك بين معايير اللي إلها علاقة بالوسيلة الإعلامية ومن ناحية التوقيت الزمني والبث لهي الصحيفة أو هي الوسيلة الإعلامية أو الإعلام المرئي، وأيضا من ناحية آنية هذا الحدث بحد ذاته. أخيرا بتصور حكينا كمان سوا وقلنا أنه لازم يعرف الصحفي شوية مصادر الأخبار، اللي ممنوع ينكتب خبر بدون الإشارة لمصدر المادة يلي أنا أخذت منها أو استقيت منها هذا الخبر أو هاي المعلومة. جيبوا ورقة وقلم وبلشوا أسموا شو هن مصادر الأخبار أو المادة الخبرية اللي لازم تكون. أولاً عنا مصادر ذاتية. المصادر الذاتية هون هي المصادر يلي الصحفي هو اللي بيحصل عليها، واللي هو رح يكون عم يجيبها
بشكل او بشكل مباشر. طبعا هو الصحفي اللي حيجيب كل المصادر اكيد، سواء كانت ذاتيه او حتى مصادر من الخارج خارجيه، لكن انا عم شير هون انه هون الشيء اللي انت عم تتعامل معه ذاتي يعني شخصي، هيك خليني اقول اشخاص. انا هون عم بتعامل مع مؤسسات، ربما مع شخصيات، كبار الشخصيات. رح نبلش باول مصدر، هو مصدر المندوب الصحفي أو المخبر الصحفي. هذا الصحفي اللي بتوفده وسائل الإعلام وبتوفده القنوات، بتوفده أيضا الوكالات الأنباء لمواقع معينة. إذا بتشوفوا تكاد تخلو قناة إخبارية محترمة على مستوى من الانتشار إلا ولديها مندوبين صحفيين. طبعا انتبهوا، المندوب غير المراسل. رح أحاول أقسم لكم الفرق بين المندوب وبين المراسل. المراسل ليس بيوم وليلة يعني أوفدته القناة إلى موقع الحدث أو إلى مدينة معينة من المدن، وإنما هو موجود، طبيعة عمله موجودة بشكل دائم، بشكل شهري، بشكل سنوي، بهي المدينة بغطي فيها كل الأخبار، بغطي فيها كل المواضيع، بيكتب فيها تحقيقات، بيكتب فيها بغطي العواجل، الأخبار العاجلة. أما المندوب فربما تحدث اجتماع طارئ بين دول كبرى، وبيكون أحد هاي القنوات أو هاي الوسائل الإعلامية لا تغطي هذه المنطقة من مراسلين لديها، من شبكة المراسلين لديها، فتقوم بإيفاد وإرسال مندوب من قبل هذه الوسيلة الإعلامية لهذا المكان الحدث، سواء مثل ما قلت لكم كانت عم تغطي مؤتمرات أو حتى عم تغطي حدث مفاجئ، كارثة من الكوارث الطبيعية اللي صارت. كل هدول المواضيع بيتم تغطيتها من قبل المندوب يلي تم إرساله على نحو عاجل لمتابعة تطورات هذه القضية. أما المراسل فأنتوا الكل، هذا المراسل موجود بأرض الحدث مثل مراسلين قنوات الجزيرة اللي موجود عندها شبكة من المراسلين في حيز ضيق. يعني ربما إذا لاحظتوا الأحداث الأخيرة اللي صارت بالأقصى يعني الاحتكاك ما بين الفصائل المقاومة الفلسطينية وبين أيضا الجيش الإسرائيلي، هون صار في عنا وأيضا الانتهاكات المستمرة من قبل الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى وحرم القدس. كل هالتفاصيل كنا نشوف بمنطقة القدس، بمدينة القدس لحالها، هي المدينة، كنا نشوف عدة مراسلين موجودين، ربما أحدهم بشمال هي المدينة وأحدهم بجنوبها وأحدهم بغربها وأحدهم بشرقها، عم يغطي كل هالأحداث، وهذا اسمه أيضا مراسل. مراسل يعني حتى لو تعددت المراسلين بمدينة واحدة وربما بحي واحد يبقى اسمه مراسل، لأنه هو موجود بشكل مثل ما قلت لكم دائم عند هي القناة، ربما أسبوعي، شهري، يومي، يلي هو. أما المندوب فيتم إيفاده لتغطية هذا الجانب ومتابعة هذا الخبر بحسب المجال اللي عم يغطي فيه. هون عم يذكروا لكم في عنا مندوبين دبلوماسيين، برلمانيين، اقتصاديين، ماليين، صناعيين، وإلى آخره من المجالات اللي بتتعدد فيها هي المصادر اللي بنقدر نحن. يعني هلأ مثلا أنا صديقتي مندوبة طلعت مباشرة لتغطي اجتماعات معينة بين أطراف ربما دولية معينة في دولة ما، تمام؟ فهي صديقتي المندوبة، أنا بقدر من خلالها أرفع لها تليفون أو أتواصل أنا وياها بشكل فيديو، مكالمة مرئية أو أي طريقة معينة حتى أحصل منها المعلومات وتخبرني بشكل دقيق شو صار بهداك المكان اللي نحن اللي القناة أو الوسيلة أوفدت هذا الشخص له لحتى يستخلص أو يعطينا آخر المستجدات والأخبار. أنا بقدر كصحفي اعتمد على هذا الشخص المندوب بمعلوماتي وبكتابتي للخبر أو حتى بالتأكد من صحة هذا الخبر أم لا. إذن عندنا المندوب الصحفي وأيضا المراسل الصحفي، طبعا هو من ضمن الأنواع الذاتية لمصادر الأخبار. عندنا كبار الشخصيات والمسؤولين العاملين بالقطاع اللي عم يتغطى. شو يعني كبار الشخصيات أو المسؤولين؟ يعني مثل ما قلت لكم تصريح وزير معين، تصريح منظمة ما، تصريح أو مثلا ربما خطاب لأحد الرؤساء. كل هدول التفاصيل سواء كان مثل ما قلت لكم خطاب أو تصريح أو غيره من المعلومات مباشرة يتم اعتمادها أو يحق للصحفي اعتمادها كمصدر من مصادر الأخبار.
أيضا في عن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها القطاع أو اللي عم تغطي الموضوع اللي عم بحكي فيه. شو يعني أنشطة وفعاليات؟ يعني نحن مثلا بنعرف أنه في العديد من الجهات الموجودة بالمجتمع بشكل عام بتحط سلسلة من النشاطات التي تقوم بالإعلان عنها بشكل دوري، سواء كان بصحفها يعني الصحف الخاصة فيها الناطقة باسمها، أو حتى ربما على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بشكل ممكن بأي وسيلة ما. وقت بتأكد إنه هذا النشاط قائم بالفعل لهالجهة المعينة اللي هي أصلاً جهة، يعني مو أي جهة بقول إنه عاملة هذا النشاط بقوم بنشر الخبر، وإنما يجب أن أتأكد من دقة هاي الجهة أو يعني صدق هذه الجهة المنظمة للفعالية أو النشاط أو المؤتمر. النشرات والبيانات مثل ما قلت لكم أي جهة من الدولة، يعني من الدولة بحد ذاتها والحكومة بحد ذاتها والرؤساء بحد ذاتهم والوزراء، أي جهة معينة يكون لها مكتب خاص بنشر الأنشطة، نشر البيانات أو النشرات التي يتم استخلاصها ما بعد الاجتماع، ما بعد النشاط، ما بعد المؤتمر، ما بعد الفعالية. كل هذه النشرات أو البيانات أو التصاريح يلي بيتم طباعتها ونشرها على مثل ما تكون بأي موقع كان تابع للوسيلة أو للجهة المنظمة، أنا بقدر كصحفي ويجوز لي استخدامه والاعتماد عليه كمصدر من مصادر الأخبار. كمان في عندي مصدر آخر، الجمهور والملاحظة والمشاهدة. الملاحظة والمشاهدة هذا يعني بشكل شخصي إنه أنا عم بكتب الخبر وأنا بنفس الوقت شفت الشيء اللي صار بأم عيني، فهذا يعتبر مصدر قائم بحد ذاته. أيضا جمهور، هون إذا فينا نحكي شو يعني جمهور، أكيد كلياتكم حتقولوا لي هن شهود العيان وهن الأشخاص الموجودين بموقع الحدث. ربما صار أحد الانفجارات وما كان في، ما نجا من هذا الانفجار إلا شخص أو شخصين، ونتمنى أكيد السلام للجميع. لكن صارت كثير، نحن عنا بحربنا بسوريا وصارت بكثير من المناطق للأسف اللي تم قصفها بشكل ممنهج وتدميرها بالكامل. هدول المناطق كثير من الأشخاص الصحفيين بحد ذاتهم اعتمدوا على حصيلة الضحايا أو الشهداء اللي فقدوا أرواحهم من قبل أو من خلال الأشخاص اللي ساكنين بنفس المحطة اللي بقوا على قيد الحياة، مو المحطة، الباقيين بهذه المنطقة اللي بقوا على قيد الحياة. دول بيعتبروا طبعا مصدر من المصادر اللي فينا نحن نكتب الخبر بالاعتماد عليهم. طيب خلونا نشوف غير هالمصادر. في عندنا المراسلين والصحفيين، مثل ما قلنا المراسل والمندوب، صار عندنا المراسل والمندوب هن اللي بتعينهم الوسيله الاعلاميه، سواء مثل ما قلت لكم بشكل مؤقت وهو هذا بياخذ طابع المندوب، اما المراسل اللي بيتم تعيينه كوظيفه ثابته في عدد من المدن الكبرى او العواصم للدول. عندنا المراسل انواع من انواع، يعني في تصنيف للمراسلين، يعني المراسل الداخلي والمراسل الخارجي. شو يعني مراسل داخلي وشو يعني مراسل خارجي؟ بتصور واضح. المراسل الداخلي هو اللي بيشتغل ضمن حدود الوسيلة الإعلامية يلي عم تنشر أو يلي هو عم يشتغل فيها، يعني ضمن يعني مثلا الصحفيين أو المراسلين الداخليين الموجودين بسوريا والوسيلة يلي هي أصلا عم تنطلق وعم تبث من سوريا، فهذا مراسل داخلي. أما المراسلين الخارجيين فهو أي شخص بيكون موجود خارج حدود الدولة اللي عم تبث منها الوسيلة. طيب هلا حأسألكم سؤال، قناة الجزيرة وقناة العربية وغيرها من القنوات الإخبارية اللي على مستوى عالي من الاحترافية وصار لهم سنين بيقدموا لنا أخبار وبيقدموا لنا تقارير وحتى برامج إخبارية أو حوارية. مثلا قناة الجزيرة بتبث بقطر، لكن لها مكاتب منتشرة في كل أصقاع العالم، في أمريكا، في أوروبا، في كل دول العالم. هل يمكن أن نسمي المكاتب الموجودة لها هناك في الدول الأخرى العالمية، هل يمكن أن أسميها والمراسلين الذين يعملون لصالحها؟ يعني مثلا عندي مثل ما قلت لكم قناة الجزيرة، لكن عندي مراسلين موجودين بأمريكا ومراسلين موجودين بفلسطين. هدول المراسلين الموجودين هل أسميهم رغم أنه لديها قناة الجزيرة مكاتب في كل هذه الدول، في فلسطين، في أمريكا، في كل مكان، هل أسمي المراسلين الذين يعملون لديها
في فلسطين وفي أمريكا وفي لبنان وفي مصر، هل أسميه مراسل خارجي أم أسميه مراسل داخلي؟ رجاء اكتبوا لي الإجابات بشكل مباشر على الشات لحتى نقراها ونتأكد من مدى فهمكم لهي المعلومة. بلش أول إجابة. أنس عوادي، عيني عليك، مراسل خارجي، وبتصور باقي الشباب لازم كمان يكتبوا لي إنه هو مراسل خارجي. نعم مراسل خارجي، لأنه المكان البث اللي بتبث منه هاي القناة ليس هو في ليس هو أيضا مثل ما ذكرت لكم، ليس هو موجود في قطر في فلسطين، وليس هو موجود في أمريكا، وإنما هو موجود في قطر في الدوحة بشكل خاص. نشوف مين كتب لنا. نعم بدور، أحسنتي، هو مراسل خارجي، أحسنتي يا بدور وأنس إن شاء الله. هلا في عنا أيضا اعملوا لنا نوع آخر من أنواع المراسلين المنتشرين لدى الوسائل الإعلامية، في المراسل مراسل الجوال، وهو أقرب ما يكون للمندوب، يعني هذه التسمية تتشابه إلى حد كبير مع المندوب، لكن هو هون مندرج ضمن وظيفة أو مسمى مراسل، لأنه هو يتنقل من مكان إلى مكان. يعني ممكن أن أسمي المراسل اللي مراسل قناة سين لمدينتي أو لدولتي، مثلا صربيا والمجر مثلا. هذا المراسل الجوال قد يكون موجود في صربيا وقد يكون موجود في هنغاريا أو المجر، في أحدى هذول المنطقتين حسب أهمية الأحداث التي يتم نقلها وتغطيتها. المراسل الدائم مثل ما قلنا، المراسل الدائم هو اللي موجود بشكل يومي شهري سنوي، أيا كان صيغة التعاقد بين المراسل والقناة لتغطية أخبار معينة وتقارير معينة ومواد إعلامية معينة للوسيلة. في عنا هذا أيضا المراسل المؤقت، يذهب لتغطية حدث بعينه ثم يعود إلى مقر الوسيلة الإعلامية، يذهب لتغطية حدث معين. هلا هون فيكم تقولوا لي أنتم، فيكم أنتم تميزوا وتقولوا ربما إذا المراسل الداخلي قد يكون مراسل دائم وقد يكون مراسل مؤقت، تمام؟ ربما يكون المراسل الخارجي قد يكون مراسل دائم وقد يكون مراسل مؤقت. نعم يصح، يصح أن يكون هذه التصنيفات وهذه التوزيعات للمراسل الاثنين مع بعض، يعني مراسل خارجي دائم ومراسل خارجي مؤقت، مراسل داخلي دائم ومراسل داخلي مؤقت. طيب خلونا نشوف المصادر الأخرى اللي تكون من ألف باء كتابة أي خبر يجب أن تكون متوفرة، وهن خلصنا من المصادر الذاتية، وإذا حد عنده أي سؤال كمان ممكن تطرحه مباشرة تساؤلاتكم. لننتقل للمصدر الثاني من المصادر وهي كثيرة الاستخدام بشكل كبير جدا في المصادر في كتابة المادة الخبرية. شو هو المصدر الثاني؟ المصدر الثاني هو المصادر الخارجية، وأيضا تتألف من عدة تصنيفات وعدة توزيعات. عنا أول مصدر وأهم مصدر يمكن للصحفي الاعتماد عليه هو وكالات الأنباء. وكالات الأنباء هي عبارة عن هيئة أو مؤسسة تقوم بجمع الأخبار والصور وتغطية الأحداث المختلفة، توزيع على المشتركين، ومنها محلية مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وعندنا وكالات إقليمية مثل وكالة الأنباء الإسلامية، طبعا هون وكالة الأنباء الشرق الأوسط موجودة بمنطقة الخليج العربي، وعندنا وكالة الأنباء الإسلامية أيضا، هدول الوكالات موجودين في دول الخليج. عندنا الوكالات العالمية، وأعتقد أنكم كمحررين تعتمدون عليها كل الاعتماد في يعني استنباط الأخبار والحصول على الأخبار، وبنفس الوقت التأكد من صحة الخبر أو كذبه. في عنا وكالات رويترز، هي وكالة بريطانية مقرها لندن، وعنا وكالة ألف فاء باء وهي فرانس بريس، وأيضا طبعا فرانس بريس هي وكالة أنباء فرنسية عالمية مشهورة جدا ومصدر دائم، وربما أكيد حسب اعتقادي أنتوا كمتلقين كجمهور، نحن اللي عم نقول ما نكون أنتوا كصحفيين قاعدين بالبيت وعم تتابعوا أحد الأخبار سواء كانت الإخبارية أو حتى القنوات العادية، يمر عليكم عاجل وبتكون
تكون بأول هي العاجل ألف فاء ألف فاء باء، وهي اختصار لفرانس بريس، أو بيمرق عليكم إنه رويترز البداية، وبعدها التصريح، وبعد الخبر اللي صاير، وأيضا عن وكالة الأنباء الأمريكيتين الاثنين اللي هنا أسوشيتد بريس واليونايتد بريس انترناشونال. هدول وكالات أنباء دقيقة ويعني واضحة وصريحة، وتنشر أخبار ربما ليس فقط بالدقيقة، لديها عدة أخبار وربما آلاف الأخبار، وإنما بالثانية لديها العديد من الأخبار والمواضيع التي يمكن كصحفي كتابة عنها خبر. طيب هلأ بتقولوا لي أنتم نحن ما بيوصلنا كمتلقين أو حتى كصحفيين لربما هدول الأخبار اللي بنشوفهم من رويترز، هدول الأخبار اللي من رويترز أو أسوشيتد بريس أو حتى أي وكالة أو حتى وكالة الأناضول الموجودة هون في تركيا أو الوكالات أيضا العربية الأخرى المشهورة، سواء كانت الوكالات السعودية، وكالات الخليجية بشكل عام الموجودة بمصر بالعراق بكل دول العالم، ربما بتقولوني طب نحن ليش ما بنشوفهم هدول الأخبار اللي بيتم نشرها؟ لأنه هدول الأخبار بيتم التعاقد بشكل يعني بشكل دوري بين الوسيلة الإعلامية اللي تقوم بنشر أخبار ونشر أعمال إعلامية وبين هذه الوكالة، لذلك تكون هذه الأخبار حصرا بين هدول الجهتين ومفتوحين للعلن بين هدول الجهتين. ربما كمان رويترز ما بتفتح على كل الوسائل الإعلامية وإنما لنوع معين من الوسائل الإعلامية، واللي بتحصل على تصنيف معين من تصنيفات الانتشار والشهرة. رويترز مثلا بتقولوا لي إنه إحنا بس بنقرأ العواجل اللي بتطلع على رويترز، أو حتى إذا فتحنا الموقع تبع رويترز أو السوشيتد بريس أو فرانس بريس ربما تلاقوا عدد يعني ما تحسوا انه في شيء غريب، في شيء انه والله يعني يحق انه يصنفها كوكاله. لا، الوكالات او الاخبار اللي يتم نشرها برويترز يلي بيحتك بوسائل الاعلاميه الكبرى بشوف انه شلون رويترز عندها مثل ما قلت لكم بالثانيه اكثر من 100 خبر ربما يكون موجود بكل، لانه هي اصلا تغطي كل العالم وحتى الفضاء وكل شيء على هذه الخليقه. هاي هي المصادر الخارجية اللي هن قلنا وكالات الأنباء وصنفناهم، شلون في عنا محلية وعالمية وأقليمية، وأيضا في عنا النوع الثاني من المصادر هن المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية. هدول المحطات طبعا بتبث كثير من مواد إعلامية، منها بيكون له طابع خبري ومنها له طابع ضمن برنامج حواري معين، قد طبعا على حسب موثوقية هذه القناة اللي نحن عم نعتمد عليها أو حناخد منها هذا الخبر. فيكن كصحفيين تعتمدوا على هدول المواد الإعلامية اللي تم نشرها بهدول الوسائل الإعلامية، وربما أيضا يعني ممكن تشوفوا في وصلنا لمرحلة من المراحل، وخاصة بتغطية القضية السورية والحرب في سوريا، كنا نشوف يعني كثير من المواقع أو حتى نحن كمتصفحين لوسائل التواصل الاجتماعي كنا نشوف قناة الجزيرة نقطتين كذا كذا، الخبر بتكتب لنا أنه مثلا ارتفاع حصيلة مثلا القتلى أو ضحايا القصف أو أي شيء حدث معين كانت عم تغطيه هي الوسيلة أو هي القناة. إذن في قنوات ممكن فعلا نحن نعتمد عليها بسحب معلوماتنا والحصول على معلوماتنا وأخبارنا، وأنت لكم كل ما كان لهي القنوات الإذاعية أو التلفزيونية شهرة وانتشار وموثوقية ومصداقية عند المتلقي، كل ما كان فيكم أنتم كصحفيين ومبرر لكم كصحفيين استخدامها كمصدر من مصادر صياغة الخبر. أخيرا وليس أخيرا لا طبعا، في عنا صحف محلية أيضا، ليس فقط القنوات وإنما الصحف. إحنا بنعرف إنه في عنا صحف محلية وعالمية وأيضا إقليمية،
هدول الصحف ربما يعني تكون عم تنشر أخبار ما أخذت طابع الانتشار بشكل كثير كبير، أو ما قدر أحد القنوات الأخرى أو الوسائل الإعلامية الأخرى أنه ينشر هذا الخبر أو حتى يتأكد من وجوده فعلا أو لا. لذلك بنلاقي أنه في بعض الصحف نشرت هاي الخبر، وأنتم كصحفيين تقدروا تحكموا على هاي الصحيفة أو على هاي الوسيلة المطبوعة بأنه بتقدروا تقتبسوا منها أو تستقوا منها الخبر وتعتمدوا عليها كمصدر إخباري. هذا الأمر بيرجع للمحرر والوسيلة اللي عم يشتغل فيها مدى اهتمامه ب يعني اقتباس أحد الأخبار الموجودة بالصحف، وربما التوسع فيها والانتقال لتقارير أو حتى مواد إعلامية أخرى. خلونا نشوف العلاقات العامة وإدارات الإعلام ومكاتب الإعلام تقوم هذه الأجهزة والإدارات توزيع الأخبار على الصحف والصحفيين عبر الإيميل والفاكس. بصور ما في داعي أشرح لكم إياها، لأنه هي العلاقات العامة وإدارات الإعلام مثل ما قلت لكم لكل جهة ولكل مؤسسة ولكل منظمة ولكل شركة ولكل وسيلة ربما موجودة ومنتشرة بكل أصقاع العالم لا تكاد تخلو من مكتب خاص فيها، مكتب إعلامي. وهذا المكتب الإعلامي يقوم أو حتى مكتب مهتم فقط بتقديم وصياغة النشرات والبيانات وآخر الإحصائيات والمستجدات والتطورات اللي قام فيها هذه الجهة. ربما هي الجهة الإنسانية اللي عم تقوم بإعادة إعمار منطقة معينة بشكل دوري، بتنشر أحد النشرات أو البيانات اللي بتظهر فيها درجة التطور في إنجاز هذه الـ يعني المهمة اللي عم تقوم فيها هاي المنظمة. نحن هون كصحفيين بنقدر نعم نقتبس من هاي الوسيلة من هاي الجهة من خلال مكتبها الإعلامي والتصريح اللي نشرته مثل ما قلت لكم، واللي وصلنا بأي وسيلة كان سابقا كانت الوسائل موجودة يعني، وإذا وهي بتكون بشكل مثل ما قلت لكم تعاقدي بين الجهة اللي أنا مثلا حابب أعرف بشكل دائم شو عم تعمل، مثل مثلا أحد المنظمات الإنسانية المشهورة أنا بعمل مثل اتفاقية بيني وبين هي كوسيلة إعلامية، بعمل اتفاقية بيني وبين هي الجهة لحتى تضل تزودني وتضخني بإيميلات بتعكس لي آخر المستجدات اللي عم تقوم فيها هاي المنظمة أو هاي الجهة. طيب خلونا نشوف الخدمات الصحفية، خدمات إخبارية وغير إخبارية تحصل على الصحيفة مثل ما قلنا، مثل من خلال اتفاقيات سواء كان من وكالات وصحف ودور نشر. أيضا خدمات السلاسل تشبه إلى حد ما الخدمات الصحفية، وهي واحدة من الوسائل اللي كانت سابقا قبل ان انتشار وسائل الوسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونيه والحسابات الالكترونيه للوسائل الاعلاميه. كنا نشوف يجينا بشكل دوري هدول الرسائل عبر ايميلات او عبر مثل ما قلت لكم فاكسات، تجينا اخبار هدول الجهات او هي المنظمات او هي المؤسسات. هلا حاليا صارت عبر الاشتراك بقناه التليجرام لاحدى الجهات المعينه او لاحدى المؤسسات صار يجيني بشكل شبه يومي أخبار متعلقة فيها وأخبار جديدة عنها. أخيرا شبكة الإنترنت وكلياتنا كصحفيين صرنا عم نعتمد عليها ربما بدرجة 90% من صياغتنا للخبر، ليس في كتابة الخبر. أنا ما عم حط بعين الاعتبار الأشخاص للأسف اللي بيقوموا بعملية النسخ واللصق للخبر وفقط تعديل بدال اسم الجهة اللي كانت عم تنشر الخبر، تعديل ووضع الجهة الجديدة والوسيلة الإعلامية اللي عم ينطق فيها، وإنما الحصول على تفاصيل عن هذا الحدث. هلا بتقولوا لي طيب هذا شيء مبرر، نحن كصحفيين وين نجيب معلومات؟ إيه نعم مبرر، لكن ليس الاعتماد بشكل كلي. يعني لازم بعد ما استنفذ المصادر اللي ذكرناها بالبداية ممكن هون أنا أصير اعتمد على هي المصادر اللي هن مصادر الانترنت وغيرها. طيب خلونا نشوف شو في غيرها، كيفية كتابة الخبر مثل ما قلنا. هلا حنبلش بشكل فعلي، وانتم فعلا لازم تكونوا من خلال الوظائف اللي يعني عطيتكم تكتبوها مفروض تكونوا بلشتوا تعرفوا كيف تكتبوا خبر، لانه نحن صار في عنا هلا أرضية كبيرة، صار في عنا عناصر الإخبارية اللي لازم تكون متواجدة بكل كتابة خبرية،
وعنا في قوالب ممكن نستخدمها، وهلأ صار في عنا المصادر اللي بيقدر الصحفي يعتمد عليها، الصور اللي لازم يرفقها، المواد المرئية اللي لازم تكون موجودة بالمادة الخبرية وغيرها من التفاصيل. هلأ هون عم يقولوا إنه لابد إنه يكون عند كتابة الخبر لازم يعتمد على عدة أسئلة معينة، مثل ما ذكرناهن، إن من وماذا ومتى وأين ولماذا وكيف. هدول الإجابة عن هاي الأسئلة مثل ما قلنا هذه الدرجة الأولى أو رقم واحد بكتابة أي خبر أو أي نص خبري أو أي حدث بدي أحكي عنه. تمام؟ إذا بعد ما يكون في عندي هاي العناصر صارت واضحة، أكيد 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 مثل ما قلنا السمات اللي ذكرناها في البداية لازم تكون متوفرة عنا نحن كصحفيين، اللي هنا المصداقية والدقة، وأنه نعتمد على عدة مصادر مثل ما ذكرت لكم من شوي، ولا تكون مجرد معلومة أو إشاعة أو ربما سمعتها من شخص معين هذا الحدث وأنا أجيت أكتب عنه خبر، هذا قولا واحدا إكس على الخبر ولا يجوز نشره بالوسائل الإعلامية أيا كانت. لابد لكاتب الخبر أيضا أن يكون محايد ومهني ولا يخضع لأي ضغوطات قد يسيء أو قد ينشر شيء غير الحقيقة، وكذلك عدم وقوع تحت سيطرة الجهات الإعلانية لإعطاء البرنامج أو الخبر اللي عم يتم تقديمه طابع معين. رح تقولوا لي شو يعني لازم نكون محايدين وحياديين، محايدين ومهنيين؟ بتصور حكيناها هي بالجلسة الماضية قديش لازم يكون الصحفي محايد، وحكيناها أيضا هلأ مرقنا عليها إنه كيف لازم نكون نحن بعيدين عن الذاتية ومتجردين قدر المستطاع بصياغة وكتابة أخبارنا. يعني محاسن على ما أعتقد كان عندها مشكلة بكتابة الأخبار بلغة أدبية، وأيضا المحاولة الإقحام الذاتية في كتابة وصياغة الخبر. لو حضرت معنا هاي الجلسة وإن شاء الله تقدر تحضرها على اليوتيوب، تقدر تشكل أنه خلص أنا في عندي مصادر بقدر اعتمد عليها في كتابة الخبر، في عندي أسس أنا كصحفي لازم أنطلق منها وهنا العناصر الأساسية الستة لكتابة الخبر، في عندي إرفاق والحصول على مصادر ذاتية وخارجية بكتابة الخبر. كل هدول المواضيع بيساعدوني أنه اشتغل وأقحم، اشتغل وصيغ وأصنع خبري بأسلوب بعيد عن الأدبية وبعيد عن الذاتية. أخيراً هون رح نقول أنه رئيس التحرير أيضاً ومدير التحرير أو رئيس قسم الأخبار، إذا كان في هذا التقسيم موجود عندكم بالوسيلة اللي أنتم عم تشتغلوا فيها، هو الشخص اللي بيقلكم هل هذا الخبر جدير فعلاً بأنه يتم نشره بوسائل الإعلامية أو غير جدير بأنه يتم كتابة خبر عنه. إذا هدول الجهات قولا واحدا مهمين للغاية بأنه يعطونا الموافقة الأولية والمبدئية على كتابة أخبارنا أو حتى البحث عن الخبر أو الحدث أو المعلومة اللي أنا بدي أكتب عنها خبري. طيب هلأ جهد بكتابة هاي الأخبار المحلية لديسك المركزي أو ديسك الأخبار أو نيوز روم يلي نحن بنسميها في كصحفيين بوسائلنا الإعلامية، ولازم نتأكد أيضا من صياغتها بأسلوب لغوي ودقيق يعني بدون أي أخطاء إملائية أو حتى لغوية، لأنه أيضا الخطأ الإملائي جدا يضر ويزعج القارئ للخبر سواء كان مقدم أو مذيع الخبر، أو حتى إذا كان الخبر بيحتاج لفويس أوفر لحتى يتم قراءته كمادة مرئية. هلا نحن في عنا لازم عدة شروط مثل ما قلت لكم لازم التأكد منها لحتى نكتب أي خبر بأسلوب سلس ولغوي سليم وأيضا أسلوب قصير وبدون أي مشاكل. عم يقولوا لكم هون إنه نفس اللي تكرار للشيء اللي حدثنا اللي حكيناه، إنه شلون أنا بعرف إنه هذا الخبر فعلا جدير بإنه يتم نشره وتقديمه ووضعه في صفحات الوسائل الإعلامية حتى بالقنوات والنشرات الأخبارية. شو هو الحدث؟ كيف حدث؟ وأين حدث؟ ولماذا وبماذا؟ وما هي طبيعته؟ كل هدول التفاصيل إذا كانت موجودة فهي حترفع درجة الخبر عند المشاهد وحتحقق أكيد اهتمام لدى المتلقي والمتابع. بكتابة الأخبار بوجه عام أي كان نوعها لابد من أنه نراعي فيها نسبة الأخبار يلي هي بترجع بتعكس النقطة اللي عم بحكيكم إياها، والشيء اللي أنا بدي أوضحه في كثير من الصحفيين بيوقعوا بلبس
ما هو المحلي وما هو الإقليمي وما هو العالمي، ما هي الأخبار الجادة وما هي الأخبار الخفيفة. علينا نحن كصحفيين أن نكون دقيقين وجدا نقدر أن نميز بين الأخبار الخفيفة والأخبار الجدية، الأخبار اللي لها اهتمام كبير وحيتابعها عدد كتير كبير من العالم، من العالم، من الناس الموجودين في كل أنحاء العالم، أم فقط حيتابعها السكان المنطقة معينة موجودة بحي من الأحياء وبمدينة من المدن في منطقة في دولة من الدول. إذا لازم إحنا كصحفيين مثل ما قلت لكم مباشرة إحنا عم نصيغ أي خبر نكون قادرين نميز ونوزع ونفصل بين هي أنواع الأخبار اللي بتجينا بشكل يومي على ديسك الأخبار. أخيراً كمان لازم نعرف أنه نشر الخبر بالجريدة أو حتى الوسيلة الإعلامية حسب أهميته هون بيتم إبرازه ووضعه في المواقع الأولى وبالأماكن الأولى من النشرات الإخبارية أو حتى الصفحات الإخبارية المطبوعة. شو يعني؟ يعني أنه الخبر يلي بيكون مثلاً نحن كقناة محلية مهتمة بالشأن السوري، خليني أقول سين من القنوات السورية الموجودة على بالفضاء بالبث الفضائي، إذا كانت هذه القناة وفي نشرة مهتمة، نحن نعرف أنه في عنا نشرات دولية وفي عنا نشرات محلية، هذا التقسيم أيضا مسموح نحن كصحفيين وكرؤساء تحرير وكمدراء تحرير مقسوم أنه يعني يجوز أن يكون في عنا تركيز أكبر ببعض النشرات، ربما نشرة الرابعة تقوم بتركيز البث أو تركيز المواد التي تقدمها سواء من تقارير أو أخبار على الأخبار ذات الطابع المحلي التي تهتم بالشأن السوري بشكل أكبر من أكثر من باقي النشرات. وأيضا يجوز لها أن تركز في نشرات ربما نشرة الـ12 أو نشرة الـ9 المساء، تركز فيها على الأخبار اللي بتحمل طابع دولي، ولكن وأيضا يكون في عندها بارت من البارتات أو قسم من الأقسام لهي النشرة، ربما القسم الأخير تسلط فيه الضوء على القضايا السورية. هذا أيضا مشروع للقناة ويتاح لها العمل بهي الآلية، لكن هي مثل ما قلت لكم بيتم بنائها بشكل تراكمي وبيتم وضعها بخطة عمل مسبقة، لا يجوز أن يتم التغيير كل يوم، كل يوم مثلا ننزل والله هون خلص خلينا مثلا اليوم الساعة 9 نخليه أخبار محلية بس والساعة 4 نساوي أخبار دولية أو العكس أعمل تاني نهار، لا، لازم يتم وضع خطة ثابتة، دورة برامجية نحن نسميها أو دورة إخبارية ثابتة للمواد الإعلامية اللي عم يتم بثها على الوسيلة الإعلامية سواء كان صحيفة مطبوعة أو حتى مرئية، وسائل إعلام مرئية. هاي كتير مهم يا شباب نحن نعرفه، دورية الوسيلة اللي انتم عم تشتغلوا فيها، وأيضا بنفس الوقت ما قلت لكم نوع وتقسيم الخبر اللي نحن عم نشتغل عليه، خبر محلي، خبر دولي، خبر إقليمي، وين فيني أنا أنشره وين لازم أبرزه أصلا، يعني بالنشرات أخبار المحلية أبرزه أول خبر ولا أنشره بالنشرات الدولية حسب طابع الخبر بحد ذاته، هذا هو الشيء بيلعب دور. آخر شيء في عنا يجوز نشر الأخبار بصورة المصدر أو بغير صورة، طبعا هي مثل ما قلت لكم إياها قبل شوي كنا عم نقول إنه في عندي ربما في عندي صلاحية إنه نحن ننشر الأخبار بدون ما يتم وضع صورة، ربما يحدث هذا الشيء، وربما أيضا نحن بنشوف أحد الوسائل الإعلامية وأحد القنوات الإعلامية نزلنا أخبار عاجلة بدون ما يتم إرفاق صورة، هذا الشيء متاح وهذا الشيء بيرجع لقوة وقدرة ويعني إمكانيات أصلاً الوسيلة اللي أنتوا عم تشتغلوا فيها. خلونا نشوف دي صارت الساعة، خلونا نشوف هلا صار الساعة 2، إحنا مضى من الوقت ساعة كاملة، وعلى ما أعتقد لازم نكون في عنا اكتفاء ويعني
ممكن ناخذ استراحة لمدة 5 دقائق، طبعا ممكن ناخذ استراحة لمدة 5 دقائق، اللي بده يصلي فيها يصلي، احنا رح ناخذ استراحة فقط لمدة 5 دقائق وبنرجع مباشرة لنتابع، لأنه في عنا موضوع جدا مهم. خلوا البث مفتوح، خلوا كل شيء مفتوح، رح نرجع 5 دقائق فقط وبنرجع مباشرة بعده لنتابع بموضوعنا وباستفاضة أخيرة عن الخبر، وربما نقدر نصلح في الأخبار. يلا يعطيكم ألف عافية.
يعطيكم العافية كلياتكم، إن شاء الله تكونوا تمام. بتصور حاجة استراحة، يعني صار وقت نرجع ونبلش عن جديد جلستنا الثالثة بقسمها الثاني. كنا عم نحكي، إذا انتبهتوا نحن كنا عم نحكي بالقسم الأول، كنا عم نحكي عن الخبر وأهم المصادر التي يمكن أن نستخدمها نحن كصحفيين بكتابتنا لأي خبر، أو حتى بكتابتنا للمادة الإعلامية بحد ذاتها. لكن نحن هون عم نخصص كيف يمكن أن نستعين بمصادر معينة لكتابة الأخبار. ذكرنا أنه في عندنا مصادر، ذكرنا أنه في عندنا مصادر إعلامية، مصادر ذاتية ومصادر خارجية. المصادر الذاتية يلي يمكن نحن كصحفيين نعتمد عليها من المراسلين، من المندوبين، من الشخصيات، من تصريح الوزراء أو أي جهة موجودة أو أي مؤسسة أو حتى أي شخصية مشهورة رسمية، وأيضا بالاعتماد على النشرات والبيانات الخاصة بأي جهة من الجهات. هلا إذا نحن بدنا نحكي عن أهم، يعني أنا بتصوري وأنا طالما موجود، وفي مين كمان بدور أنت ما بعتي لحد الآن وظيفتك، ولا حتى أنت يا محمد، أنا بحاجة جدا لحتى أعرف أنتوا كيف قدرتوا تكتبوا قبل ما ننتقل للفقرة الثانية وللمستوى الثاني من المواد الإخبارية، هو التقرير الإخباري بعد الخبر. قبل ما ننتقل للتقرير الإخباري، أنا حابة اليوم بس أعطيكم تمهيد عن التقرير الإخباري، وإنما أعطيكم بعدين تفاصيل عن هذا التقرير، شو هو بنية التقرير، مما يتكون التقرير، ما هو التقرير أصلاً بحد ذاته، التقرير الإخباري أو ما يقال عنه التقرير الصحفي. كل هاي التفاصيل لازم نحن نعرفها كتير بشكل واضح بجلستنا اليوم. رح نشوف نحن بداية وظيفة أنس. أنس أنت معي، اعملي إشارة بس نحن لحتى نتأكد إذا أنت معي يا أنس، وإذا بإمكانك عشان تكون معي يعني أول بأول لحتى نشوف الوظيفة. يا تمام، سنرسل الملف، في مشكلة سوف أحلها. تمام ودور، ما في مشكلة، بتمنى تحلي الوظيفة هلأ خلال هالساعة إذا في إمكانية، ولحتى نبلش نشتغل بشكل عملي وتطبيقي على كيفية كتابة نحن كصحفيين للأخبار، واللي مثل ما قلت لكم أي خبر وأي شيء نحن بنقوم بصناعته كصحفيين لازم ننطلق من أول عتبة وأول درجة وأول خطوة من خطوات ودرجات السلم، هو الخبر الصحفي. طيب نحن حننقل الشاشة لنشوف بشكل مباشر وظيفة أنس. أنس وظيفتك العنوان حنبلش فيه طبعا، إيطاليا وإنجلترا في مواجهة مرتقبة، ومن سيتصدر لقب يورو 2020 لكرة القدم. طيب هلا هون أنا عرفت إنه في قسمين للعنوان مثل ما شايفين، تعريف بالشيء اللي بده يصير، واللي هو مثل ما قلنا انه نحن بالعنوان لازم يكون موجود اول عنصر او اهم عنصر من عناصر كتابة الخبر، وايضا ممكن نحن نستخدم او يعني نصيغه بصياغات متعددة، سواء كان صياغة العنوان الاقتباسي، بناخذ تصريح من اي رئيس او وزير او شخصية مسؤولة صرحت عن هذا الحدث اللي عم نحكي عنه، او ربما استفهامي تساؤلي، وأيضا في أنواع أخرى مثل الوصفي، مثل التلخيصي، ومقدمة المجاز، عفوا عنوان المجازي، عنوان التناقض أو التضاد، وغيرها من أنواع العناوين. حنبلش نقرأ بالخبر. يتألق المنتخبان الإنجليزي والإيطالي لوصولهما إلى نهائي كأس أبطال أوروبا، وموعد مرتقب مع مباراة تجمعهما في العاصمة البريطانية لندن. طيب هون نحن عم نحكي يتألق، تمام، فعل مضارع، وقلنا يتاح مسموح للصحفي يبلش خبره بفعل حاضر، وأيضا حتى بالماضي ممكن يبلش فيه إذا مثلا كان الخبر صار وانتهى أو الحدث صار وانتهى. هلا هون نحن ما بعرف، أنا حاسة بدي أياكم أنتم كمان تشاركوني بآرائكم حول هاي المقدمة.
يتألق المنتخبان الإنجليزي والإيطالي لوصولهما إلى نهائي كأس أبطال أوروبا، وموعد مرتقب. شوفوا هلا هي موعد مرتقب، بتحسي كأنه هذا أو بتحسه كأنه حكى، يعني بتحس شيء إخباري، عنوان، مو شكل مادة الخبرية يلي لازم تكون عم تتضمن بشكل أو بآخر، يعني أفعال. هون نحن عم نحكي، لازم نحكي بقى بالأفعال، ما لازم نبتعد عن الصياغة الإخبارية الإسمية أو الجمل الإسمية. طيب حنشوف التتمة. هلا رح أقول لك شو المشكلة. أنت أنس خليك عم معي أول بأول، رح نشوف شو وين المشكلة. هلا صرنا ستقام، شوف نفسه مستقبل، ستقام مباراة لكرة القدم لنهائي، شوفوا لكرة القدم لنهائي، هي أول مشكلة، لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا بين المنتخب الإنجليزي مع نظيره المنتخب الإيطالي، كمان تكرار المنتخب أو المنتخب. بس قبل أنا صحيح كمان بدي، هي نقطة كتير مهمة، أنت هلا عم تفسرها حالك، عم تكتب لصحيفة ولا لقناة ولا لموقع إخباري؟ بدي تجاوبني على هذا الشيء بشكل دغري مباشر حتى نحن. برافو بدور، يلا هلا بشوفه، بفتح الواتساب لحتى أقدر أسحبه. بدي جاوبني أنس على هذا الفكرة. حنشوف أنس شو بعد. أنس عم يقول موقع إخباري، أوكي تمام. هلا بما أنه موقع إخباري، وكمان فكرة المنتخب والمنتخب، وحتى بكل الوسائل الإعلامية تكرار هاي الكلمات، تمام، غير مسموح. المنتخب مع المنتخب غير مسموح تكرارها، إذا هي بدنا نحاول نظبطها. في عنا ستقام مباراة لكرة القدم نهائي، مباراة كرة قدم، خلص انتهى، ماشي، هي حقيم، هي حأرجيك إنه مباراة كرة قدم، مباراة لكرة القدم، ما في داعي أبدا، يعني مالي مضطرة أنا كرر بشكل يعني لام واللام مرتين، ما في داعي أبدا. طيب ستقام مباراة كرة قدم النهائي أو لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الإيطالي على أرض ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن غدا الأحد 11 تموز الجاري، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. حلو، هاي انت هلا هون قدمت لي تفاصيل عن أمتى بدها تصير هاي المباراة، وأنا بتشكرك على هالمعلومات، وكتير ضروري إنه نحن نقدمها. تمام بدور، منيح اللي بعتي لي هون، بيمشي حالها هلا ان شاء الله. التحميل اوكي. هلا في نطاز الحق معك طبعا، يعني امر عم يقول انس انه هو ما عنده اهتمامات كبيره من الجانب او المواضيع الرياضيه، ما في مشكله وليس عيبا، نحن كلياتنا بنخطئ بتحرير او بكتابه اي ماده اخباريه، ما في مشكله، بس نحن بدنا نبلش كيف نحن بنقدر نختصر، نلملم الخبر، نطلعه بأحسن صورة، بحيث ما يكون لا كتير هيك دفش مثل ما بيقولوا، ولا بنفس الوقت كتير مختصر وما عم نقدر نوصل فيه المعلومة اللي لازم يتم توصيلها. طيب وبينما تميل وتكثر، تميل وتكثر ليش اثنين يا أنس؟ تميل وتكسر توقعات بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي وتحقيقه لقب البطولة لما حققه من انتصارات فوز بمباريات نصف النهائي للبطولة ولما قدمه من أدائه الذهبي دون الوقوع في أخطاء ولإيجاده حلولا سريعة ومتنوعة. هون أنت عم تعطيني مثل كأنه أنت شو حاسس؟ حاسس أنه يعني حسب محللين. هلأ هون تكسر التوقعات، أنا برأيي إذا بدك يعني التوقعات هي، طب أنا كقارئ أو كمتلقي أو كمستمع، هون أنت عم تقول أنت موقع الكتروني، أنا كقارئة رح أقول طيب تكسر التوقعات، طيب يعني ما له مصدر قوة لك. هون شو بتقدر أنت تلعب على وتر يا أنس، أو حتى أنت بدور أو حتى محمد، ممكن تجيبوا أحد الوسائل الإعلامية المهتمة بالشأن الرياضي، ربما في كتير عنا جرائد وجرايد، وفي عنا كتير من المواقع الإلكترونية اللي منتشرة هلأ بشكل كتير كبير، وصارت مصدر أساسي من مصادر الاعتماد الصحفي المختص بالشؤون الرياضية على الاستنباط الأخبار أو حتى التحليلات الرياضية المتوقعة. بإمكاننا هون وحسب جريدة كذا من الجرائد او الصحف، وحسب صحيفه كذا الرياضيه بتقول
او حسب تحليلات العديد من المختصين في الشؤون الرياضيه، او فيك تضيف او تلعب على هذا الموضوع بانك تقحم فكره. طبعا انت بس مو انه نحن تلعب عليها بس هيك انه يلا نجيب هالكلمه ونشلفها بدون ما نكون نحن متاكدين وعن جد مقتبسين هذا التحليل من هالصحيفه. تمام يا انس؟ نحن هون لازم نكون، انت عم تقول انه تكسر التوقعات، وفعلا فازت هي التوقعات انه فاز المنتخب الايطالي. هون انت فيك تقول حسب، مثلا مثل ما قلت لك، حسب ربما تنسبه لتروح تشوف خبير رياضي سابق او لاعب دولي، لاعب كرة قدم دولي سابق عم يقول انه انا برجح انه يفوز ايطاليا، وساعتها ممكن تاخذ التصريح يلي انت اخذته من هذا اللاعب وتضعه بين قوسين، او صيغه بجملة متداخلة متسلسلة الأفكار. إذا هون تميل وتكسر التوقعات، هون نحن غلطنا الغلط إنه نحن ما عنا المصدر. تمام؟ هلا ليكك أنت بلشت تتخلي، أنا كذلك لدي اهتمام حسب أخبار بين سيورت المشهورة مثلا. تمام؟ بين سيورت من كم قصدك الوسيلة؟ ممكن. هلا هون بلش أناس يعطيني أحد التصريحات، مدرب منتخب انجلترا بتصريح له الامس اكد انه نهائي يورو 2020 سيجمع الاسود الثلاثه بايطاليا، وسيشهد بدون شك مواجهه بين افضل فريقين في البطوله. طيب الاسود الثلاثه بايطاليا شو المقصود فيها؟ انا اللي يكون ما بعرف شو يعني الاسود. ما في مشكله، هلا انت يعني حاول انس تفصل لي اياها اكثر. نجحت انجلترا في الوصول الى نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى منذ مونديال 1966، الا ان رضا الاسود الثلاثة لم يكتمل. ها الاسود الثلاثة هو لانه اصلا المنتخب البريطاني او المنتخب الانجليزي هو الاسود الثلاثة، لانه هو على يعني الرسم او فينا نحكي الشعار او حتى الرمز اللي موضوع على قمصان الفريق الإنجليزي هو هدول الأسود الثلاثة. نعم هلأ وضحت الفكرة تماما، ربما لأنه مثل ما قالت أنس اللي ما له مطلع على الشأن الرياضي بشكل كتير كبير بيقول شو يعني أسود ثلاثة، بده وقت لبين ما يفكر. هي إذا فهم أصلا يعني ممكن يخلص الخبر ويقرأ الخبر وتضل بباله شغلة الأسود الثلاثة هو ما يعرف شو معنات هذا الشيء. شكرا لك يا قيصر، أنا شكرك على هالكلام الجميل، وإن شاء الله لك أنت كمان كل التوفيق. نحن زملائنا اللي عم يتابعونا بشكل مباشر على بثنا المباشر وصفحتي الشخصية ومقر الجمعية العالمية للأكاديميين العرب، بتشكر كل مين عم يتابعنا. لنتابع نحن بمجريات الخبر تبعك يا أنس. نجحت إنجلترا مثل ما قلنا بالوصول، طبعا هذا حسب، اصلا انت رجعت تابعت نفس الماده حسب المدرب. تاهل كل المنتخبين من المنتخبين لبطوله، هون كانه انت عم تعطيني خلفيه عن الحدث حسب ما عم حس يعني حسب ما عم لاقي المعلومات، انه تاهل كل من المنتخبين الانجليزي والايطالي نهائي بطوله كاس بطوله اوروبا لكره القدم بعد فوزه، شايف هون لكره قدم في نهائي. هدول الشغلات لازم نحن نلاقي لهم حل يا أناس بشكل كتير ضروري، ونقدر نلعب على المصطلحات ونلعب على المفردات إذا فيني أقول مو مصطلحات، وبحيث نتجاوز هذا التكرار يلي فعلا بشع جدا بالنسبة للمذيع والمقدم وبالنسبة للقارئ يلي عم يقرأ المادة. هذا يعني شيء بيشير لمواطن ضعف عند الصحفي. طبعا كنت هون هلا برجعت انت عم تعطيني خلفيات انه اصلا المنتخب الايطالي وين على مين فاز، والمنتخب ايضا الانجليزي على مين فاز، هدول هن التفاصيل كلياتهم. طبعا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراه نصف النهائي في الوقت الاضافي للمباراه، والتي اقيمت مساء الاربعاء الفائت على ملعب ويمبلي في العاصمه لندن بانجلترا. طبعا هي ما في داعي ابدا لها، عرفت كيف؟ في العاصمة لندن وين بإنجلترا، أكيد الكل بيعرف إنه العاصمة لندن وين موجودة. طيب خلوني تابع بس، بعت لك خبر عن مجموعة، خبر عن خبر غير هذا الخبر الرياضي، ما في مشكلة أنس بنشوفه بعدين. هلأ إحنا هدفنا إنه نصحح هدول الوظائف بدوري، هي نفس الفكرة. هلأ هي حلوة كتير بدوري، كتير ممتازة وممتازة يعني جدا بانتقالنا وتذكير القارئ
بكيفية فوز أصلا وتأهل إنجلترا للنهائي، أو حتى تأهل إيطاليا للنهائي. هدول المعلومات ممتازين. سادس تموز يوليو، هي ما في داعي طبعا إلا إذا الوسيلة يعني بتطلب منك أنه أنت تحط الشهر بالاسمين الأجنبي، أو حتى بالصياغة العربية، وحتى نحن بالتسميات اليوليو بالصياغة الأجنبية. يذكر أنه تأهل، هلأ شوف هون كان عنا بدوره صار عنا، يذكر أن تأهل المنتخب الإنجليزي لكأس الأمم الأوروبية. حلوة هاي لكأس الأمم الأوروبية، كثير عجبتني. ليش؟ لأنه نحن هون عم نبلش نغير، مشان ما تقول لبطولة أمم أوروبا اللي هي نفسها أصلاً بطولة الأمم الأوروبية أو لكأس الأمم الأوروبية. هو الأول في تاريخ مشاركة البطولات النهائية لأمم أوروبا. أما المنتخب الإيطالي فتأهل لأربع مرات للمربع الذهبي وأحرز اللقب لمرة واحدة. هي تعتبر خاتمة ممتازة يا أنس، أحسنت. أما في حال عنا إذا بدنا نظبط شوي هون بالمتن، فلازم ننتبه أكثر لهي الفقرة، بينما تميل وتكثر مثل ما قلت لك. حاول ارفقها لأنه مشان ما تظهر أنه أنت كصحفي رياضي عم تقدم خبر، وبنفس الوقت هون عم تعطي رأيك بتوقعاتك أنت وين حاسس أنه مين لمين يعني ترجح كفة الفوز. هذا الشيء غير مسموح بصياغتنا للأخبار، وإنما ممكن مثل ما قلت لك مباشرة نروح نعطيها للمصدر يلي فعلا ممكن يكون صرح مثل هذا التصريح، أو حتى محلل مثل هاي التحليلات الرياضية. هلأ حنشوف وظيفة، يعني الله يعطيك العافية أنس، كمحاولة أولى ممتاز. أنا العنوان عندي في شوية ما كتير يعني ما كتير بأيدك بهي الانطلاقة. فينا نحن هون بدال ما نقول يعني نكتفي، بدال ما نقول إيطاليا وإنجلترا في مواجهة مرتقبة ومن سيتصدر لقب الدوري، مباشرة نوجه إذا أنت حابب تشتغل على موضوع عنوان التساؤلي، فبإمكانك بشكل مباشر تفوت على العنوان من سيتأهل في أو من سيحصد لقب دوري أو بطولة أمم أوروبا 2020. ممكن طبعا نحن كل ما اشتغلنا على مواضيع العناوين المثيرة والجذابة، كل ما حصلت شدت القارئ بأنه يتابع ويعطي تفاصيل أو يحاول يتعمق أكثر بقراءة الخبر. طيب بدور أنا حشوف الوظيفة بشكل مباشر، بعتي لي أنت هون، بس يمكن فيني أنا أفتحه، بعرف لأتأكد من وين فيني أفتحه. ثواني خليكي معي داونلود. كل ما تود معرفته، ما هيك يا بدور؟ طيب حنشوف الخبر يلي بعتت لنا يا بدور. تمام. طيب كل ما تود معرفته عن إنجلترا وإيطاليا في نهائي كأس أمم أو كأس أوروبا. هلأ بداية هيك عنوان ما رح ناقشك فيه لأنه ما بينحط وغير مستخدم هذا الشكل، ماشي؟ حنحط عليه إشارة ورح نحاول نأجل شلون بدنا نحكي بالمقدمة أو بنشوف شو في عندك تفاصيل للخبر. كون الترقب سيد الموقف عندما يلتقي اليوم، كون الترقب سيد الموقف عندما يلتقي اليوم منتخبا إنجلترا وإيطاليا وجها لوجه في مباراة نهائية لكأس أوروبا في كرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن، وتقام المباراة اليوم الأحد الساعة 10 مساء حسب توقيت السعودية. لهي ما في داعي إلها كمان مشان أعطيك معلومات، هي ما في داعي إلها. ولسه في عندي هون ملاحظات، تمام رح أحكي لك يا هون هلأ منه هذا التوقيت حتى كمان ما بدي إياه، بس بدي أسألك أرجع سؤال يلي هو أنت لوين عم تكتبي، لوين عم تكتبي، لموقع، لصحيفة، لمادة، لوسيلة إعلامية مرئية، لوسيلة مسموعة؟ بدي أعرف أنا شو هي الجهة أو شو هي الوسيلة الإعلامية اللي عم تبث هذا الخبر واللي رح تنشره على صفحاتها أو حتى على نشراتها الإخبارية. كتير مهم نعرف نحن دائماً أنتو مثل ما قلت لكم لكل دورية أو لكل وسيلة إعلامية خصوصية بكيفية بدايتها، بداية أخبارها
كيفية صياغة مقدماتها أو حتى كتابة عناوينها إذا كانت مطبوعة وإلكترونية، لأنه مثل ما ذكرنا بالمواد المرئية ما في عندنا عناوين للأخبار، وإنما هدول العناوين بتكون موجودة بالشريط المرئي يلي بيمرق أثناء قراءة المذيعة للخبر. لنشوف بدور لوسيلة رياضية. نعم، طيب الوسيلة الرياضية هي هذا، بس لأوضح لك أكثر، أنت هي الوسيلة الرياضية قصدك فيها أنه هي وسيلة مثل ما قلت لك مرئية، يعني هي قناة تلفزيونية، هل هي محطة إذاعية، هل هي جريدة مطبوعة، هل هي مجلة رياضية مثل ما عم تقولي؟ ربما مجلة رياضية، المجلات الرياضية نحن بنعرف أنه هي ما بتصدر بشكل لا يومي. أستاذ، لا موقع رياضي، يعني موقع خاص بموضوع الرياضة، فهيك يعني. نعم، أنت عم تمام، أنا هلأ فهمت عليك. إذا هي موقع، ربما موقع إخباري مختص بالشؤون الرياضية، هذا هو التوصيف الدقيق للكلام اللي بتقصدي يا بدور. طيب إذا نحن عم نحكي عن موقع إخباري ومختص في الشؤون الرياضية ومهتم بالجوانب الرياضية والمجالات الرياضية وأخبار الرياضة واللاعبين وما إلى ذلك، كون الترقب سيد الموقف ما تصلح لمقدمة خبر، هيك صياغة لا تصلح، وإنما إحنا بنحاول ببداية أخبارنا مثلا فينا نقول يضرب فريق إنجلترا موعدا مع، هلأ شوفي أنا عم بحاول أنا أعطيكي شوية مفاتيح لبداية مقدماتنا الإخبارية للأخبار الرياضية. فينا نقول يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الإيطالي مساء اليوم أو مساء الأحد، تمام، في ملعب ويمبلي بتمام الساعة الكذا كذا، في على لقب الدوري للتنافس أو شو بيقولوا للعب على يعني بطولة النهائي أو الدوري أو الكأس، مثل ما نحن هون هلا نحن في عنا كأس بطولة أمم أوروبا كأس أمم أوروبا مثل ما ذكرنا بويمبلي. ممكن تكون المقدمة باستخدامنا للأفعال، هو حيكون أسهل إليك من بداية بجملة اسمية مثل هاي الجملة اللي وردت هلأ بخبرك يا بدور. نحن من أنصار بأنه نحن، أنت هلأ إذا بدك تبلشي خبرك حاولي يكون بفعل مثل ما قلنا يلتقي مساء الأحد، ربما يضرب هدول الفريقين موعد، أو تأهل الفريق الفلان الفلاني على مثلا تأهل منتخب إنجلترا لبطولة أو لنهائيات كأس أوروبا منقول في كرة القدم بعد فوزه على منتخب، مثلا خلينا نقول إنه هو فاز قبل ما يتأهل للنهائي، فاز على مثلا إسبانيا أو فاز على سويسرا أو على الدنمارك، أيا كان الفريق بقول إنه فاز، بعطي مقدمة إنه هو فاز وتأهل للنهائي، وهون بعدين ممكن نقول إنه حيضرب موعد للقاء مع إيطاليا، أو بالعكس ممكن بلش إنه هو ضرب موعد يعني للعب مع إيطاليا في على النهائي بعد تغلبه وبعد فوزه على فريق الفلان يعني الماضي اللي كان هو مثل ما قلت لك الدنمارك أو أي فريق آخر. بس أشوف إذا في عندك أي استفسار. قمة موقع قمة فينا عم نقول محمد عم نقول فينا نقول قمة موقع موقعة شو هي موقعة معركة ملحمة كروية، يعني قصدك انه هدول الكلمات نستخدمهم، قمة موقعة معركة ملحمة كروية، طبعا فيك تقولن هدول الكلمات مثل ما نقول نحن جمهور كبير وسط حشد جماهيري كبير، فينا نقول هدول المصطلحات لكن باعتدال استخدامهم بالأخبار الرياضية ممكن، لكن مثل ما قلت لك باعتدال. خلينا نشوف نرجع نشوف شو في عنا يا محمد. محمد انت يعني عم تعطيني ملاحظات لكن بس ما عم تعطيني الخبر تبعك، وين الخبر تبعك يا محمد؟ خلينا نكمل الخبر بدور نشوف. تقام المباراة اليوم الأحد في الساعة، هلا نحن امتى خبرك نشرتي يا بدور؟ لنفترض اذا كتبتي يوم السبت، اذا انت كتبتي الخبر ونزلتيه بموقعك الإخباري بموقعك الرياضي فعلا كتبتي يوم السبت والمباراة يوم الأحد، فيك تقولي غدا وفيك تقولي غدا الأحد
وفيكي تقولي يوم الأحد بدون ما تقولي اليوم الأحد، تمام؟ فيكي تستخدمي هدول الكلمات كحلول لحتى نحن تقدمي التوقيت، توقيت المباراة اللي هو جدا مهم، والقارئ والمتلقي والمستمع والمشاهد وايا كان نوع الجمهور اللي عم يتقبل او عم يعني متشوق انه يعرف التفاصيل، هو فعلا بهمه عنصر التوقيت. هلا هون نحن اذا بدنا نشوف وين عناصر من وماذا ومتى واين اللي تكون عليهم العناصر الرئيسية للخبر، هون ظهرت عنا ماذا ومن، شوفوا وين ماذا، انه في عنا مباراة نهائية لكأس اوروبا، وفي عنا المن هدول المنتخبين، واين ليكو ملعب ويمبلي. اذا مقدمة بغض النظر عن كون الترقب هي اذا مثل ما قلت لكم اذا نحيناها جانبا وقعدنا صياغة المقدمة بما يتناسب، مثلا فينا بلا شيء يلتقي اليوم منتخبات، طبعا شوفي شوفي وين انت عم تخربتي يا بدود، هي اليوم واليوم الاحد، عرفتي كيف؟ إذا اليوم واليوم الأحد، أنا هون أنت معناتها نشرتي الخبر بيوم المباراة، تمام؟ فإذا أنا بس بدي أعرف بالضبط وقت عم تقولي اليوم واليوم الأحد، خلص ما عاد في داعي هون اليوم الأحد، هي بقى في تمام الساعة مباشرة، أنت هون عندما يلتقي اليوم الأحد فينا نقول، أو اليوم، بس يفضل اليوم الأحد لأنه القارئ يلي بموقعك الإخباري ممكن يقرأ الخبر تاني نهار، عرفتي كيف؟ فبيقول انه شو اليوم، اليوم معناته في مباراه، وبيقرا انه يوم الاحد مباشره حيعرف انه المباراه خلصت وصارت. اذا هدول التفاصيل لازم نكون اخذينها بعين الاعتبار. ها شايفه كيف، برافو، تمام. انت وقت عم تكتب بدور انه تمام قبل المباراه، هو صح لم انتبه، جدا مهم نحن نوحد الكلمات والتوقيت يكون واحد، ما كل مره يخربط المتلقي، مره اليوم مره اليوم الاحد مره غدا هدول، او امس اذا كانت المباراه صارت وخلصت، في ناس حتكتب الخبر لثاني نهار، فهذا الشيء جدا مهم. ستشهد حضور حوالي 65,000 متفرج، وسيكون الترقب كبيرا في إنجلترا، أن المنتخب الأسود الثلاثة لم يصفر باللقب القاري إطلاقا منذ انطلاق البطولة عام 1960، ولم يبلغ حتى أي نهائي فيها، كما أن إنجلترا تشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء انتظار الدام 55 عام، طبعاً 55 عام منذ أن أحرزت لقباً كبيراً. شوفي هلأ هاي لقباً كبيراً هدول ما لهم مسموحين هيك شيء، عرفتي؟ هلأ ترقب كبير ممكن ما في مشكلة، بس أحرزت لقباً كبيراً يعني غير مبرر جداً، يعني تكرار إذا بدك تقولي لقباً مهماً فينا نقولها، إيه نعم فيك تقولي لقباً مهماً، لكن نقول إنه كبير وتكررت كبير هون، هذا الشيء غير جداً يعني ممكن أو يعني مبرر للصحفي، وتحديداً في مونديال 1966 الذي استضافته. هلا وبدأت إنجلترا بطولة، هلا هون وبدأت إنجلترا بطولة يورو 2020 كأحد منتخبات عدة مرشحة لإحراز اللقب، واستفادت بشكل كبير من خوض شوفي كبير كم مرة عم نركز، من خوض جميع مبارياتها على أرضها باستثناء واحدة ضد أوكرانيا 0-4، وكانت نتيجتها هي ما لها مقبولة. هي كموقع ممكن، كموقع ممكن هذا الشيء يكون موجود يا بدور، أما إذا كان المذيع اللي عم يقرأ لمادة ووسيلة إعلامية مرئية أو حتى راديو، فرح يتخربط وقت يشوف هاي 0-4، لازم نكتب له إياها النتيجة بشكل كتابي رقمي لحتى يعرف شو هدول التفاصيل، شو اللي بقصد فيهم هي 0-4، تمام؟ يعني فينا نقول باستثناء واحدة ضد أوكرانيا اللي فازت فيها بأربع أهداف مقابلة لا شيء ضد أوكرانيا بمدينة روما بربع النهائي، وستكون مباراة نهائية بالتالي السادسة. طب هي شايفة ستكون تحسي في ركاكة، ستكون المباراة نهائية بالتالي السادسة، يعني ما محبزة هاي الانتقالة، منظبطها هلأ من أصل 7 مباريات يخوضها منتخب الأسود الثلاثة على ملعب ويمبلي في لندن، ولا يقف التاريخ إلى جانب إنجلترا التي لم تنجح في التفوق على إيطاليا ببطولة كبرى بتاريخ مواجهات منتخبين، على الرغم من ندرتها فقد تفوقت إيطاليا عليها بركلات ترجيح في ربع نهائي كأس أوروبا عام 2012، ثم جددت فوزها بعد سنتين في مونديال البرازيل 2014 بنتيجة هدفين، مثل ما قلنا هي نفس الأرقام، هي يعني ما كتير محبزة إلا
إذا كان هذا الشيء واضح أكثر لازم نحط على مين فازت. يعني هلا هون ضعت، هي إنجلترا رجعت فايزة على إيطاليا، عرفت كيف؟ فكاينة فايزة عليها بإيطاليا، إذا هون هذا الشيء توصلي لمرحلة إنه القارئ ضاع بالتفاصيل، معناتها في مشكلة بصياغة هاي الفقرة، ما عم لك بصياغة الخبر كله، وإنما لازم أنا أنتبه تماماً، حتى لو شرح بسيط حلو، بس لازم أنا أنتبه بحيث إنه أنا أعمل تسلسل أو انتقال تدريجي وواضح، واضح بشكل للجمهور للجمهور وحتى لأي حدا. مثل ما قلنا لكم إحنا أي المواد الخبرية لازم تكون واضحة بشكل كتير 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 بسيط للجمهور المتوسط وللشريحة المتوسطة من الجمهور. يعني مجرد انا ما هلا انا يلي انا وياكم عم نقرا سوا حسيت الموضوع، طيب مين انجلترا او مين ايطاليا اللي فازت ركلات ترجيح، معناتها هي الفقره بدها اعاده شو اعاده صياغه. اذا انا ححط عليها هي اشاره لو انه انت عم عندك وقت، بس ارجعي ظبطيها ربما كسفي المعلومات اكثر، واذا لقيتيها اصلا معلومات اضافيه فيكي تستغني عنها كونها ماده خبريه. نحن هون ما لنا مضطرين نقدم تفاصيل كثير 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 كبيره مثل ما بيعملها التقرير ببعض الاحيان او حتى التحاليل الاخباريه. بين أن المنتخبين باتا في ذروة تألقهما في الآونة الأخيرة، فقد استهلت إيطاليا البطولة القارية بفوز لافت على تركيا بثلاثية نظيفة في مباراة صحيحة، وحققت الفوز تلو الآخر لترفع رصيدها إلى 33 مباراة دون هزيمة من عام 2013. كمان حلوين هدول التفاصيل لأنه أنت عم تعطيني معلومات إضافية. بقيادة مدربة روبرتو مانشيتي، علي الكاتب عم يقول تأتي مباراة اليوم ضمن سابعة مواجهة يخوضها المنتخب. علي الكاتب، ممكن ناخذ هيك شكل من أشكال الصياغات يا علي، بتمنى تضلوا تشاركوني أي حدا عم يشوفنا بالبث المباشر. طيب حنكمل. الذي استلم المهمة بعد فشل الزوري في بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا. طيب كمان حاجة أعطيكي ملاحظة، الأدزوري الأسود الثلاثة، القارئ غير المتعمق بالشؤون الرياضية لن يفهم أنه الأسود الثلاثة هن الفريق الإنجليزي والأدزوري هو الفريق الإيطالي، تمام؟ إذن حطوا بعين الاعتبار أنه هيك مصطلحات ممكن في حال بدكم تحطوها يفضل أنه تحطوا بين قوسين المنتخب الإيطالي، تمام؟ مثلا اذا هون فينا نكتب المنتخب الايطالي، ممكن يباح هذا الشيء ومتاح بالنسبه للصحفي، وممكن مثل ما قلت لكم. اما اذا جريده متخصصه مثل ما عم تحكي بدور انه انت وسيلتك الاعلاميه فقط بتبث اخبار رياضه، فاذا متاح هذا الامر وغير يعني غير يعني عامل اشكال. طيب ستخوض ايطاليا مباراة الثالثه في هذه البطوله على ملعب ويمبلي بعد تغلبت بصعوبه على نهائي على النمسا، وحطيت النتيجة بعد التمديد. بعدها شو بقول بعدها؟ هي بعدها وهي بعدها كمان، هذا أمر غير مبرر، ممكن إنه نلعب على المفردات بشكل أفضل ويعني أقدر بصياغتنا لهذا الخبر. ثم على إسبانيا بركلات ترجيح بنصف النهائي. طيب يتطلع المنتخب الإيطالي لإحراز لقبه الثاني في البطولة بعد عام 1968، علما بأنه بلغ النهائي مرتين. هي علما أنها حلوة مستخدمة وجيدة، وحتى هي الانتقالة حلوة، يتطلع المنتخب الإيطالي ممكن بس بعد ما يتم تضبيط هي الفقرات يا بدور. يعني حاولي تكون هي الانتقالة سلسة وممتازة، بس حاولي شوي ضبطي الأفكار اللي حطيتك عليها ملاحظات بالمتن بجوا أثناء صلب الخبر. طيب ستخوض إيطاليا، شوفوا لهون رجعنا على ستخوض، شوفوا هون ليش ستخوض رجعنا، وهون ستخوض إيطاليا كمان. فينا نلعب إذا بدك تقولي إنه إيطاليا حتلعب النهائي العاشر، تمام، فيني أنا هون أقول فيني أعطي خلفية عن الخبر، فيني أقول شو يحذركم، الجدير بالذكر أن إيطاليا ستخوض أو ستلعب النهائي العاشر لها في إحدى البطولات، علما انها توجد بطل العالم كمان، علما هون تكررت بشكل مثل بعض، فهذا كمان امر غير دقيق. حلو يا بدور انك عم تتابعي معي اول باول. هلا حتقولوا لي هدول الاعوام فينا نستخدمهم، ايه فينا نستخدمهم مثل ما قلت لكم بشرط،
وبتكون هي الزاوية المهتمة بالشؤون الرياضية ثابتة بالوسيلة الإعلامية اللي أنا عم أقدمها، سواء كان مرئية مسموعة أو حتى مطبوعة أو حتى إخبارية إلكترونية، ما في مشكلة. إلا وفي حالة واحدة بتصير مبتذلة، يعني ويفضل حذفها في حال مثل ما تلكن عملت إرباك بالنسبة للمتلقي وما فهم، أو كان ضاع بين إيطاليا وبين إنجلترا. لكن هون أنت بالفقرة مشتغلة على موضوع إيطاليا وعطيتي فيها تفاصيل منيحة، بس حاولي ما تتكرر هي العلمان وهدول الكلمات وستخوض وهي التفاصيل. إذا نحن هون بهذا الشيء، هي الفقرة كلها هي اللي عم نحكي عنها تبع يتطلع وستخوض، هون نحن عم نفوت بخلفية الحدث أو حتى بخاتمة الحدث، لأنه نحن عم نقول توقعات والتحليلات، وربما ما حنقول توقعات، ربما حنقول الأمور اللي ممكن أنه تصير. لأنه أنا أنتلكن أصلاً الخبر عطيتكم إياه لأنه أنا بدي أعرف شلون بتكون تصيره حدث لسه ما صار، وإنما تم التحضير بالتحضير له يعني بوسائل الإعلامية ونشره على العام. طيب علي رجع كتب يعطيك ألف عافية أول شيء يا مدور، برافو. يعني قلت لك يعني كتجربة أولى بكتابتكم للأخبار الرياضية هذا شيء كتير ممتاز. نرجع نلعب على لعبة أو مسألة المفردات، عدم تكرارها، توحيدها. في حال مثلا نحن بلشنا بالمضارع خلينا نشتغل على المضارع، في حال اشتغلنا بالماضي خلونا نشتغل بالماضي، مثلا أخذت تصريحات من المدربين بيشتغل على هذا الموضوع، أضاف المدرب الفلاني من جهته، ذكر المدرب الفلاني مثل الخبر اللي قدم لنا يا أنس. ما يكون بس موضوع تقديم معلومات بدون، هلا هون حتى نكون صريحين، بخبر مدور يفتقد للمصادر، ما عندنا مصادر. أنت مدور عم تقدمي لنا كتير معلومات ضخمة ومهمة فعلا، والقارئ مثل ما قلت لكم اللي بيحب الأمور الرياضية بيحب يعرف هاي التفاصيل. لكن لربما رح أقول لك مثلا، خليني أقول مثلا هاي الفقرة، إنجلترا بلشت البطولة كأحد المنتخبات عدة واستكل مباراة نهائية. قولي لا هي فيها مادة، فيها عم تعطي خبر إخباري، لكن هون عم نحكي عن تفاصيل عن تاريخ إنجلترا بهذا الموضوع. فينا ننسب أحد هدول الفقرات اللي أنتي قايلتيهم، طبعا ما بننسبهم، برجع بالكم مو تقول إنه يلا تعال ننسب حسب مصدر مطلع أو بس بلحش هاي الكلمة أو حسب فلان من المحللين الرياضيين، لا لازم يكون عن جد أنا طلعتها من أحد المواقع المهتمة بالشأن الرياضي، أو جبت هذا التصريح من أحد اللعيبة المهتمين بالأمور لمتابعة آخر أخبار البطولات والدوريات والفعاليات الرياضية. تمام؟ إذن حاولي خبرك هو نفسه هاد، إذا رجعتي بس هيك جمعتي شوي واشتغلتي عليه وصفيتي وفلترتي بعض التفاصيل اللي حسينا مكررة وضيعتنا، ممكن تنسبي أحد منها لمصادر، وبالتالي تعطي ترفع من قيمة الخبر عندك، ويصير مثلا تعلق بذهنه للمتلقي أو القارئ. ليش يا حزرك؟ مثلا ممكن أنا وقت بدي أنقل الخبر لوالدتي أو لزوجي أو لأي لرفيقي، لو سمعت والله الصحيفة الفلانية تاري مثلا صحيفة سبورت الرياضية مشهورة هي طبعا بنقل الأخبار وبيتم أخذ منها تصريحات ويعني آخر التحليلات، لربما فيك تاخدي هذا المصدر من هي الصحيفة يعني تقحمي أو تدخلي أو تدرجي بالخبر اللي صنعتي أنت وصغتي وحررتي. تمام هيك يا بدور؟ إن شاء الله يا رب يكون واضح الشكل كله النهائي. هلأ هي عين عليكي، صح عم تأكدي موضوع أن الخبر جدا مهم. تمام. هلا أنا يا شباب يلي موجودين لسه معنا على البث المباشر أو حتى الموجودين على شغلنا بالزوم، بتتصور وبرأيي ما لازم نبلش بالتقرير، حتكون جلستنا قبل الأخيرة يلي هي بكرة أنا أفضل تكون بكرة بنفس التوقيت من 5 للـ7، لأنه هلا صارت 7 ولازم ننهي البث. محاضرتنا إن شاء الله بكرة حتكون لها علاقة على موضوع يعني لا تخلو وسيلة إعلامية إلا وفي عندها كم كبير من التقارير وتتنافس فيما بينها
كقنوات إعلامية، كقنوات إخبارية، أو حتى كوسائل مسموعة ومواقع إخبارية إلكترونية وصحف، بإقحام هذا النوع الإخباري المهم للغاية، واللي أنا بعتقد أنه الصحفي بيقدر يثبت وجوده أكثر، هو بيعطي بصمته فيه أكثر، هو النوع التقرير الإخباري أو التقرير الصحفي. خلونا بكرة نعرف بالتفصيل شو يعني التقرير الصحفي، شو هو التقرير الإخباري، نتعمق أكثر بمعلومات وتفاصيل عن هذا النوع الإخباري، ما هي مكوناته، ما هي عناصره، كيف يمكن أصلاً نحن أن نقوم ب يعني بناء تقرير إخباري يستطيع أن يحقق مشاهدة كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين والمتلقين والمشاهدين، وأيا كان نوع الدورية أو الوسيلة اللي عم ينشر فيها. حدا عنده أي استفسار عن الخبر؟ حدا عنده أي ملاحظة عن الشق الأول أو العنصر الأول من العناصر المواد الإعلامية اللي إحنا اشتغلنا عليه وهو موضوعنا الخبر؟ إن شاء الله ما يكون عندكم أي سؤال، لأنه حتى وإن كان عندكم سؤال أنا بتمنى مباشرة تقولوا لي إياه لحتى نحن نشتغل على محاضرة أو جلسة ترميمية لأي مشكلة ما قدرتوا تفهموها بشكل كتير صحيح بالخبر، ونقعد يعني نركز أكثر فيها قبل ما ننتقل لموضوع التقرير. تفضل يا أنس، شو سؤالك مباشرة بإمكانك تسأل؟ الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا رب، أهلا وسهلا. أهلا. من خلال متابعتي لعدة مواقع وسائل إعلامية صحفية، هلا عم بلاحظ أنا أيام مثلا بشوف مواقع إخبارية عم تدرج الخبر ما عم تذكر المصدر تبعه، مثلا انا شايفه مثلا الخبر اخذته مثلا من وسيله فلانيه، تمام؟ تكون هي صياغته على حسب السياسه التحريريه بدون ما تذكر المصدر، مثلا انه اخذ المصدر مثلا من السياسه الوسيله الفلانيه. بس عم بتصيغ الخبر من ضمن يعني السياسه التحريريه للوسيله تبع او للموقع. ايوه، يعني انت قصدك انه في بيتم ببعض الاحيان انه تسمع اخبار بس بتكون انت متاكد انه هذا الخبر متاخذ، او هذا التصريح، خليني اقول ما اقول الخبر، لانه الاخبار هي اكيد متاحه لكل الوسائل الاعلاميه انه تنزل هذا الخبر، لكن تختلف الصياغه بين الصياغه وصياغه اخرى، بين وسيله، بين محرر ذات نفسه بقلب الوسيله ممكن مثلا انت تحرره باسلوب مختلف عن الفئه. فأنت بتقصد أنه المصدر هو اللي ما عم يتم أخذه، ولا أنه كخبر أنه عم يتم نشره هو نفسه بالوسيلة؟ هلا في أمر، هلا الأمر أنه الخبر لما عم ينتشر مثلا سواء كان مثلا هو مصدر مثلا من وسيلة يعني هي اللي أصدرت الخبر جابته والتقت مثلا مع مسؤولين أو مثلا مع رجل سياسي أو مثلا طبيب وعم تاخذ منه تصريحات، فلاحظت انا ما بيتم يعني ذكر المصدر انه اتخذ المعلومه الخبر منها. هلا اكيد اكيد اكيد، مثلا في حال انه كان مثل ما قلت، خلينا نفترض طبيب معين من الاطباء صرح تصريح ما عن مثلا خلينا نقول هلا الفيروس كوفيد، تمام؟ هذا كورونا، وهذا الطبيب ما في غيره هو اللي صرح هذا التصريح، وتصريحه وين انتشر؟ مين اللي نشره؟ هلا شوف هون بيختلف، اذا هذا الطبيب، مشان اوضح لك الفكره اكثر، اذا هذا الطبيب صرح بشكل خاص على صفحاته الشخصيه، ربما على مواقعه، عنده موقع الكتروني، عنده صفحات على السوشيال ميديا، وصرح ونقلته هالقنوات، كل القنوات وكل الوسائل الاعلاميه نقلته، لانه هذا الطبيب يعني مصرح بشكل خاص على صفحاته ونسبته لهذا الطبيب، فهذا الشيء مباح. لكن اذا هذا الطبيب مصرح بس مثلا لقناه السي ان ان او لوكاله رويترز او لكذا، فهون انا كوسيله اعلاميه يجب انه انا اقول مثلا، خليني اعتبر حالي الموقع اللي انت بتشتغل فيه، انت هون وهذا الطبيب كأنت هالوسيله اللي عم تشتغل فيها، وهذا الطبيب قريت انه صرح بس على رويترز، بقول انه هذا الطبيب صرح لوكاله رويترز بالتصريح الفلاني، لازم شير للمصدر يلي صرح فيه هذا الطبيب. اما مثل ما قلت لك، في حال هو هذا الطبيب صرحه بشكل خاص علني، خليني اقول على صفحاته،
المتعددة المنتشرة بكل يعني بكل التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، فهذا بتقدر الوسيلة ما تنسب أكيد، يعني ما تنسب المصدر، لأنه ما ترجع تقول إنه والله ذكرت قناة فلانية أخذت من الطبيب الفلاني إنه تصريحه، لا، فيني أقول مباشرة إنه الطبيب الفلاني هو هيك صرح. بتمنى أكون وضحت لك الفكرة. إذا عندك ترجع حابب تستفسر أكثر بالحوادث أوضح لك إياها أكثر، ما عندي مشكلة، ممكن نرجع نضل نحكي أنا وياك أبدا، ما في مشكلة يا أنس، إن شاء الله تكون وضحت الفكرة. ممكن الله يسلمك وضحت الفكرة إن شاء الله، يا رب تكون وضحت. وأنا بيهمني يعني أي استفسار، أي استفسار يا شباب، أي استفسار بيجي ببالكم مباشرة تسألوا وتسألوني إياه، لحتى يضل تازة أول بأول نحن عم نسأل ونحن عم يعني نتناقش سوا، بالعكس حتى ممكن نفكر سوا ونوصل نحن سوا لحل مقنع للجميع، في حال كان القضية بالفعل أو الفكرة يعني بتتحمل إنه ناخذ آراء متعددة. هلا أنا ممكن يعني إضافة، تفضل. تنوع المصادر بذكر الخبر، مثلا أنا جبت مثلا خبر معدة 3-4 مصادر، هذا بيعطي قوة أكيد للمادة الخبر اللي عم بكتبها، ولا خاص مثلا اكتفي مثلا بمصدر واحد أو مصدرين وبس؟ إذا بيتحمل الخبر، هلا شوف، إذا نفس إذا عدة مصادر لنفس الفكرة فلا، هذا ما بيهمني، يعني أبدا ما بيهمني، ممكن أنت تنقي المصدر الأقوى من هالمصادر اللي عم تحكي عن نفس الفكرة، تمام؟ يعني مثلا خليني أقول رويترز أسوشيتد بريس وفرانس أخذين نفس الفكرة بنفس الفكره بس كل واحده من وكاله، فانت هون طبعا فيك تاخذ خلص تصريح واحد من احد هالوكالات. اذا رجعت انتقلت لفكره ثانيه وبيتحمل الخبر يكون في عندك افكار متعدده، يعني عم تنتقل انت من تسلسل لتسلسل افكار متسلسله، وبالفعل انت هون يعني ممكن تطلع على الخبر اللي بعده انا على المجموعه نظره سريعه، هو نفسه اللي قلت لي عليه ايه على مجموعة الواتس. طيب وين اللي بعت لي على الواتس؟ تمام على مجموعة الواتس. طيب خلينا نفتح واتس لكان، او بدك تنسخه بلصقه مع الشات؟ لحظة نشوف، حنشوف اذا بيفتح. دولة التحرير هون في عنا هذا الخبر، ما هيك؟ طيب حنشوف الخبر اللي ناسخه أنس. أنس أنت كاتب الخبر؟ تمام أنا كاتبه. طيب خلونا نشوف الخبر هون، هجوم بداية الخبر من هون، بس ما بعرف إذا شايفين أنتم مبين معكم، وين ما تلقيت الخبر؟ طيب هجوم صاروخي يزعزع من أمن قواعد يزعزع من أمن قواعد طيب هي من أمن أولا، يعني من أمن ويعني شفت شلون أنا تكركبت، طيب ليش يزعزع أمن القواعد؟ تمام، هاي أول شغلة. طيب تعرضت القوات الأمريكية ما له علاقة، هذا الناس ساقط سهون هذا، ما في مشكلة. هلا هو هذا نفس الخبر اللي بدك يعني إرامة، هي هو نفسه أناس. تماما هذا هو نفسه. أيه طيب خليني بس نقرأ. تعرض القوات الأمريكية هجومين على قواعدها العسكرية بريف دير الزور الشرقي خلال 24 ساعة الماضية، وحيث استهدأ حيث حي شوف والتي حيث إذا أو إذ هلا إذا وسيلة مطبوعة، ما في مشكلة تكتب حيث أو وسيلة إلكترونية حيث مبرر، أما إذا كنت بوسيلة مرئية فإذ هي البديل، تمام؟ إذ هي البديل إذا كنت بوسيلة مرئية. طيب استهدف ظهر اليوم حقل العمر النفطي بقذائف صاروخية وحقل الغاز الكونيكو مساء أمس السبت 10 تموز بقذائف الهاون باستهداف غير مباشر. طيب استهداف غير مباشر، قذائف الهاون استهداف غير مباشرة، هاي استهداف غير مباشر بتصور، ما هيك لازم تكون، لانه يعني اذا او مثلا بضربات غير مباشره، ساعتها ممكن تقول غير مباشره بضربات لانه مؤنث، اما باستهداف غير مباشر حتكون استهداف غير مباشر يعني بدون مباشره.
طيب تعرضت هون عم نحكي انت مظبوط قلت لي من وماذا وامتى ال 24 ساعه الماضيه وامتى لانه بتتحمل التوقيت هي وبتتحمل الزمن يعني من ناحيه الشهر اليوم التوقيت واليوم هذا هو اللي يعني بتشمله متى وماذا كمان نفس القصه اللي احنا اشتغلنا عليها. طيب هلا هون نقلت وكاله سانا ونقلت وكاله سانا التابعه لنظام الاسد عن مصادر محليه أنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بقذائف صاروخية. جميل جدا، مو ما في مشكلة، بالعكس هي كمصدر أحسنت يا أنس. وأضافت أن القوات الأمريكية، طيب هي شو أضافت مين هون؟ أضافت الوكالة. ها يعني عليك، إذا أضافت الوكالة. هلا أمتى هي ما بحط أضافت بقى برجع يعني أمتى ما بقول الوكالة؟ إذا كان مثلاً بدي أرجع أكتبها بعد شوي كمان، عرفت كيف؟ إذا كان بدي أرجع أقول ونقلت، ممكن ما أقول نقلت الوكالة ساعتها أو وأكدت الوكالة، وممكن بس الأفضل إنه أنا أرجع هون أحط الوكالة. أذكر إن دكتورهم أضافت الوكالة أذكرها؟ لا لا بدون، بس هيك الوكالة بدون ما تقول وكالة سانا. يعني بس اكتب اضافت الوكاله فقط، تمام، مشان انا اعرف مين اللي اضاف اصلا. يعني واضافت يعني مثلا مثل ما قلت لكم دائما انتم لازم تاخذوا بعين الاعتبار انه القارئ بجوز يضيع، بجوز يعني يتنادي له حدا يقوم ينسى عن شو كان عم يقرا، عرفت كيف؟ فيرجع بقى يتشتت لبين ما يرجع يبني الانتباه. احنا بنحاول نركز له انتباهه بانه نضيف له هدول الكلمات يلي يفهم الفكره مباشره بدون ما يضيع. أضافت الوكالة القوات الأمريكية قامت بإغلاق المنطقة وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في وسط الأجواء المنطقة، وأنه لم يعرف إذا كان هناك وقوع إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية. طيب هي الصياغة جيدة جدا، ما في أي إشكالية. وفي سياق متصل قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن هجوما ناريا طبعا تعرفوا، برافو أنا بحييك على هاي الأساسيات يا أنس. قال إن في ناس تقول أن، وهذا غلط، تمام، هون إحنا عم نشتغل صح وأمورك تمام. هجوم ناريا غير مباشر، شوف الهجوم، شايف هون بقى صار هجوم وغير مباشر، مو غير مباشر مثل قبل شوي استهداف، لأنه هجوم عم نستخدم. لو ضربات مثل ما قلت لك إيه غير مباشرة، استهدف قوات أمريكية في شرق سوريا من غير إحداث أضرار مادية أو بشرية، وذلك في سلسلة هجمات على الأمريكيين بالعراق وسوريا في الأيام الأخيرة بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة. هلأ هاد أنا بشكرك عليه لأنه أنت هون اشتغلت موضوع الاحترافية بنقل الخبر، وأنه نحاول ما نعطي معلومات بدون ما نكون معززين هاي المعلومات بمصادر. هلأ أنت كنت عم تسأل إنه صار أنا هلأ لحد الآن أنت نقلت من وكالة سانا ونقلت من شبكة الجزيرة، ما له غلط لأنه أنت عم تعطيني معلومات جديدة ما فيك أنت كصحفي تحكيها بدون ما ترفق مصدر، وأصلا هيك معلومات مهمة جدا إنه نحن نعرف مين هذا، مين اللي قال طب هذا هجوم، وين مناطق هاي الهجوم، ومين استهدف هذا الهجوم. أنت كصحفي إلا إذا كنت شاهد عيان بنفس الوقت عاينت هذا الحدث بعينك تقدر ما تنسبه لأي مصدر، أما بهاي الحالة أنت ما كنت بمكان الحدث ويعني يفترض أنه تشير لشيء اللي صار حسب مصدر معين وأنت هون أخذته من شبكة الجزيرة. هلا رجعت هون قلت وأكدت وسائل إعلامية وسائل إعلام عراقية مقربة من فصائل المعارضة بأن قاعدة كونيكول الأمريكية في شرق دير الزور استهدفت بأربع قذائف هاون بشكل مباشر. شايف عندك في مشكلة المؤنث والمذكر، وسمع كمان طبعا هون لازم نضمن يكون فيه، وسمع دوي صفارات الإنذار داخل قاعدة عقب سقوط قذائف الهاون. طيب هون ما في داعي نعيد الهاون عبر سقوط هذه القذائف أو عبر سقوط القذائف بتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي المسير فوق المنطقة لرصد أي تحركات تشير إلى مصدر إطلاق القذائف. وجدير بالذكر، الجدير بالذكر، ما في داعي والجدير بالذكر، الجدير بالذكر أو جدير بالذكر بدون وجدير بالذكر أن قاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي في شرق دير الزور
طيب شو كنا عم نحكي؟ تعرضت لي عدة هجمات صاروخية خلال الأسابيع الماضية. ممتاز. أنس عندك أي استفسار؟ تفضل. آخر استفسار قبل ما يسكر الزوم، وإن شاء الله يكون تكون كل النقاط واضحة. ما بعرف أنت رافع إيدك، بس بتصور هاي قديمة يمكن. هي تمام قديمة رفعت، بس تمام. ذبك المصادر لا لا، ما في أي إشكالية، لأنه أنت هون ما كررت، عرفت كيف يعني؟ مثلا الوكالة حكت عن الهجوم، بس نحن بهمنا كمان هون، بدي في نقطة أقول لك عليها، نحن بهمنا كصحفيين ناخذ المصادر الكل المتعلقة بالحدث، مو كلها، عم نقول قدر المستطاع المصادر اللي إلها ارتباط بالحدث اللي عم نحكي عنه. يعني مثلا أخذ مصدر العراقي هو بذات نفسه، أو مصدر حدا بسوريا موجود بهديك المنطقة، وممكن أخذ مصدر أمريكي مثل ما عملت أنت. أنت أخذت مصدر من وكالة النظام، وأخذت مصدر من القوات الأمريكية بحد ذاتها، فهذا الشيء جيد. بالعكس نحن هون يبين أنه نعرف شو آراء أو القائمين بهذا الحدث، أو اللي تسببوا بهذا الحدث، أو اللي تضرروا من هذا الحدث، شو كان التفصيل عن هذا المعلومات، وشو عم يصرحوا هنن عن هذا الحدث. علي عم يكتب لنا على الفيسبوك، عم يقول هجوم صاروخي يستهدف القواعد الأمريكية في دير الزور السورية. ممكن طبعا بهي تكون هذا العنوان يا علي، ممكن يكون عنوانك هيك مثل ما عم يقولوا علي يا أنس. جيد، يعني بدل يزعزع من أمن القواعد الأمريكية، يزعزع أمن القواعد الأمريكية، أو استهدف القواعد الأمريكية في دير الزور السورية. طبعا هلا هون عم نفترض هون أنس إنه الوسيلة سورية بحتة، أما مثل عنوانك يا علي، فإذا عم يقول إنه دير الزور السورية، فعم نفترض إنه نحن الوسيلة ليست عربية، ليست عفوا سورية، وإنما ربما تكون عربية، ربما تكون إقليمية وغيرها من الوسائل الموجودة. الله يعطيكم ألف عافية، طولنا عليكم اليوم بصور حاجة. هلا هيك نحن لمينا بالخبر بشكل كامل واشتغلنا عليه. بتمنى من باقي يعني الباقي المشاركين عنا يلي على الجروب تبعنا يبعتوا الوظائف تبعهم، لحتى نشتغل بشكل احترافي وننتقل خطوة بخطوة من نوع من أنواع الإخبارية والإعلامية للنوع الأقوى والأكبر والأوسع والأعمق، ربما هو حنفوز فيه بكرة إن شاء الله التقرير الإخباري. يعطيكم ألف عافية جميعا، انتهت محاضرتنا لليوم. لقاءنا رح يتجدد بإذن الله تعالى بكرة الساعة 5، عنا جلسة تانية، أو الجلسة الرابعة حتكون حول التقرير الإخباري أو الصحفي. تبقوا بألف خير، وإذا عندكم أي الله يعافي قلبك يا تعبناك اليوم. لا 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 عذاب ولا شيء، بالعكس نحن مبسوطين انه نحن عم نعطي الشيء اللي تعلمناه لحتى يستفادوا غيرنا، وحتى هن يطوروا منه احسن واحسن. الله يعطيك الف عافيه أناس، وعلي كمان الله يعطيك العافيه عم تشارك معنا اول باول. لقاءنا رح يتجدد مثل ما قلنا يوم بكره باذن الله كمان الساعه 5. الى اللقاء.